بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان مبارك عليكم كده، وحفظكم الله إن شاء الله وصوما مقبولا. والنهارده يوم جميل، أولا هو يوم الجمعة ومن شهر رمضان، إن شاء الله نقول حاجة مفيدة لحضراتكم ونتعلم برضك في اتجاه البحث العلمي، وإن يكون عندنا فعلا ساينس أو أبحاث إنها تخدم الإنسانية بصورة عامة، أو تحسين الريكورد بتاعنا في البابليكيشن، او تحسين اللي هو الاتجاه بتاع البحث العلمي بصوره عامه. كلنا بنتعلم من الاخطاء، لكن احنا عاوزين نقلل الاخطاء على قد ما نقدر، وده بيجي من خلال اللي هي الترانسفير بتاع الخبرات باستمرار من الكبير الى الصغير، او الصغير حتى لو حتى عنده معلومه ممكن يقول الكبير يحصل معاه من الخطأ. هو العالم كله لابد ان هو نعلم نفسينا من خلال نقل الخبرات. احنا في مصر صراحه والمنطقه العربيه نتمنى يكون لنا وجود كبير جدا في الخريطه البحثيه العالميه في جميع النواحي، بنتكلم عن الاقتصاد، بنتكلم عن الطب، بنتكلم عن التعليم، في جميع نواحي الحياه. احنا نامل ان احنا يكون لنا تواجد فعلا قوي ولنا تاثير جدا على التنميه المستدامه للعالم بصوره عامه. النهارده هنتكلم على موضوع يعني مهم جدا في الاوساط الاكاديميه، واللي هو الايثيكال بروبلم اللي احنا يعني ممكن ما ناخدش بالنا منها، او ان احنا ساعات بنفوجئ بيها واحنا مش عاوزين نوصل لهذا، ان احنا نفوجئ بخطا ارتكبناه من غير حتى ما نقصد ومن غير ما نعرف. احنا عاوزين نتعلم دلوقتي ما هي الاخطاء اللي احنا يجب ان نتفاداها عشان يبقى عندنا يعني صوره او سمعه طيبه للابحاث بتاعتنا اللي احنا بس بتعلم الايديتورز بصوره عامه والاوثرز في هذا الاتجاه. الاجنده بتاعتنا النهارده يعني مهمه جدا، وخلوا بالكم منها كويس جدا. اول حاجه هنتكلم على الساينتفك ريسيرش بصوره عامه ومفهوم الترست، بعد كده هناخد بعض اللي هي المشاكل اللي موجوده كايثيكال بروبلمز من اول الاوثر شيب وانت طالع على البلاجاريزم لحد ما نشوف الفابريكيتد والفولس فايد ديتا بصوره عامه. وبعد كده هنتكلم على الريتراكشن بروسيجرز، ودي مرحله مهمه جدا عشان تعرف ما هي العواقب في وجود اي خطا من الاخطاء اللي احنا ايه هنتكلم عليها في الجزء دي الثاني. عندنا هنشوف الكوريكشن ازاي، لو في خطا ازاي تعمل له كوريكشن، وده مهم جدا. هنشوف بعد كده السيلف كوريكشن، انك بتصلح بنفسك يا اما بيجي الايه التصليح غصب ايه عنك وهكذا. وبعد كده هنتكلم على كيسز، والكيسز دي مهمه جدا زي تمرين كده ونتدرب ايه عليه، واسيب لكم كيس تفكروا فيها وازاي احنا نحلها ايه في الاخر. اول حاجه لازم نعرفها ان الريسيرش والتكنولوجي بصوره عامه غيرت السوسايتي، يعني السوسايتي بصوره عامه بتتغير نتيجه وجود التكنولوجي والتغيير في السوسايتي بصوره عامه. طبعا العلماء في عدم محايده للايه للنشر العلمي بتاعهم وللايه والطرح بتاعهم في العلوم، وبالتالي هنا لازم نكونسيدر الايثيكال مع الساينس، يعني ما ينفعش ان احنا نعتمد على الساينس بطريقه مطلقه، لان هو غير محايد بنسبه برضك ايه معينه، وبالتالي هنا ارتباط الساينس بالايثكس مهم جدا، وفي قوانين كثيره جدا موجوده انها تحمي الساينس بصوره عامه من خلال مجموعه من القواعد دي بنسميها ايثكس رولز. الكلمه الايثكس لو احنا خدنا بالنا هي كلمه اصلا يعني جريكي، وهي جايه من اوسس، واللي هو حطها ارسطو كان بيناقش مشكله تقريبا هي ايه حياتيه يوميه، وبالتالي اتحط هذا المفهوم من زمان جدا. وهذا المفهوم مش موضوع من دلوقتي، لا ده مفهوم له ايه تاريخ كبير جدا، وده كلمه الايثكس اللي احنا ايه شفناها. لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان ما اقدرش ان انا يعني افصل الساينس مع الايثكس، لا يجوز ها ان انا افصلهم مع بعض، ان انا اترك مجال للساينس بصوره عامه من غير مجموعه من الايثكس. يعني على سبيل المثال لو انا بعمل تجربه على مثلا حيوان، الحيوان ده ما اقدرش اعمل تجربه مثلا على عدد كبير جدا من الحيوانات في ستاندرد ان انا اشتغل عليه، وبالتالي لو انا عملت حاجات كثيره جدا او استغليت الحيوان دوت في عمل بحث علمي، في مثلا لو انا بديله مثلا انجكشنز في تيومر معين، فبيطلع لي التيومر
فهنا ما اقدرش ان انا اسيبه فترات طويله جدا، بحاول استخدم التكنولوجي هنا هو عشان ابتدي ان انا اكمل البريدكشن بتاع التيومر بتاعي. فهنا لابد يكون فينا اسكس موجود في عدد الحيوانات اللي انا بقى ايه اللي انا بتعامل معاها بصوره ايه بصوره عامه. فهنا ده ساينس بيحاول يجيب لنا حلول، وهنا لابد يكون في اسكس حتى مع الحيوان نفسه. وبالتالي احنا لازم نفهم الناس بتاعت الساينس، نفهم ما نقدرش نسيبريت الساينس مع الاسكس، الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض، لازم نخلي بالنا من المفهومين مع بعض بصوره عامه. طيب هل الساينس مبني على التراست؟ نعم. هل البابليكيشن بتاع حضرتك مبني على التراست؟ نعم. فالعلم بيجي بالتراست، طول ما انت بتنشر وفي تراست يعني ما فيش عندك ايرور وما فيش مشاكل اسكال، بيبقى هنا الكوميونتي بتراست يو، هي بتثق في الابحاث ايه بتاعتك. عشان كده تخلي بالك من هذه الجزئيه، البحث العلمي هو تراست، اللي انت بتنشره لابد ان هو يكون فيه تراست كبير جدا بنسبه عاليه جدا جدا، لان هذا هو العنوان بتاعك كباحث. لو وجدت اي مشكله في الريكورد بتاعك هنا بتفقد التراست من البابليك كوميونتي، ودي برضك مشكله كبيرة جدا مش عاوزين نوصل لها كعلماء وكباحثين. وبالتالي احنا بنقول scientific publication is depend on التراست، فلازم نخلي بالنا من هذه المعلومة. عشان كده بص كده للرسمة دي وخد بالك، خد بالك من حاجة مهمة جدا، عشان تبني التراست بتاخد وقت كبير جدا، بتاخد عمر، ها؟ لكن ممكن انك تهدم هذا التراست في ثانية واحدة، في publication واحدة، في خطأ واحد. طب وليه؟ ها؟ ليه المجهود اللي انا عملته في هذا الاتجاه طول العمر دوت عشان ابني التراست للبابليك كوميونتي وابتدي ان انا ارجع اضيعه؟ عشان كده لابد ان احنا نبلد التراست في الاكاديميك بابليكيشن بصوره عامه، وده بياخد وقت، لكن انت لما بتتعود بتمشي الدنيا سليمه. المعادله ديت مهمه جدا، بصوا عليها. دي المعادله دي انا عملت لها ادابتيشن، يعني غيرت فيها شويه وغيرت بعض التعريف عشان تقدر تماتش معانا او تماتش في از كريسيرشر. يعني عاوزين نشوف التراث بتاع الريسيرشر ايه هي البارامترز بتاعته، ودي معادله انا خدتها وعملت لها ايه بعض التغييرات او بعض الادابتيشن ايه فيها. فدي بنسميها ريسيرش تراث ايكويشن. ريسيرش تراث ايكويشن فيها ثلاثه بارامتر، والرابع بتقسم على بارامتر رابع. لو انت بصيت الكريديبيليتي، رمضان كريم، مهمه جدا الكريديبيليتي بتاعت الاوثر، مهمه جدا. وانا اقدر اجيب الكريديبيليتي دي ازاي؟ اقدر اجيبها من الريكورد بتاعه، اشوفه دلوقتي هو في انهي جامعه، ايه نوعيه المنشورات اللي هو واخدها، ايه هي الجوائز اللي هي عاملها، ايه هي الابحاث اللي هي سايتيشن عالي جدا. فانا اقدر اجيب دلوقتي الكريديبيليتي بتاعه الريسيرشرز من مجموعه من المعلومات، راجل فعلا عنده مجموعه من البابليكيشن مهمه جدا مؤثره مثلا في ترند معين، شغال في جامعه كبيره جدا، عنده سكول، عنده مدرسه يقدر يشتغل بيها. فهنا نقدر نحسب الكريديبيليتي في هذه المعادله، فدي بتؤثر فعلا على التراست. فهي لو الكريديبيليتي قلت التراست هنا بيقل، ودي هنا علاقه طرديه ما بين التراست وبين الكريديبيليتي. نيجي الانتجريتي، الانتجريتي دي هي اهم حاجه الريسيرشر بيشتغل عليها. الانتجريتي هي الكواليتي، ان عندك بابليكيشن ما فيهاش اي ايثيكال بروبلم، ها؟ ما فيهاش اي مشكله، هي فاليبل لمين؟ فاليبل ريسيرش للكوميونتي، بتؤثر. فحافظ على الانتجريتي بصوره عامه، لان هو التاج بتاع الباحث هي الانتجريتي بصوره عامه، وهي برضك علاقه طرديه ما بين التراست للكوميونتي او البابليك كوميونتي لحضرتك، ها؟ وما بين الانتجريتي. ريابيليتي برضك ده مؤشر مهم جدا، هي الكونسيستنسي. الكونسيستنسي هنا بالنسبه لهذا البارامتر مهمه جدا. الكونسيستنسي هنا معناها ايه؟ لازم نخلي بالنا. لما انا اعمل ريسيرش يجي واحد يبتدي يعمل له ريبروداكشن، لازم يديله نفس النتائج. ما ينفعش ان انا اعمل بحث في ديزاين معين لمثلا تجربه معينه، مثلا لجين معين او في خلايا جذعيه او مثلا دراج معين، واجي بعد كده تيجي الناس الثانيه تيجي تعمل له ري امبلمنتيشن تلاقي فيه مشاكل. هنا بتفقد على طول المصداقيه والريلابيلتي، هنا بتفقدها كباحث.
ولازم تبقى انت واخد بالك من هذا الاتجاه. نيتشر بصوره عامه، خلي بالك من الحته دي، نيتشر بتطلب معلومات كثيره جدا عشان تحقق الكونسيستنتي، عشان لما يجي بحث يتنشر في نيتشر اللي هو هيدي في الاخر جائزه نوبل اللي ناشر فيها مثلا على سبيل المثال، بتطلب منك بيانات كثيره جدا، بتطلب منك الكود في بعض الاحيان، بتطلب منك السيتنج بالتفصيل، بتطلب منك الديزاين بالتفصيل، بتطلب منك الداتا وهي في الاول شكلها ايه بالتفصيل وجايه منين، كل ده عشان يضمن consistent result. يعني ايه consistent هنا؟ ان انا يحصل repetition او اقدر ان انا repeat اللي هي ايه under the same condition، يعني لازم تكون same ايه condition اللي انت بتذكره ايه في البحث. فالثلاثة بارامتر دول حضرتك حطهم قصاد عينيك باستمرار. نيجي البارامتر بقى اللي هو علاقة طردية اللي هو الاس السيلف اورينتيشن. السيلف اورينتيشن ديت ان هي انت تكون عندك ثقة في نفسك عالية جدا، ما تسمعش الاخرين هما بيناقشوا معاك، لان البحث العلمي هي مش حكاية فكرة انت بتفرضها على الاخرين، هي انت بتعمل الفكرة والنتائج بتاعتها عشان تروح للكوميونتي يبتدوا يستفيدوا منها، وبالتالي الاس هنا هو مهمة جدا. تجد بعض الباحثين ما بيسمعش الطلبة بتوعه، تجد بعض الباحثين لا يسمح بالدسكشن في العلم مع الطلبة بتوعه. احنا بنتكلم على العلم، لكن الإدارة ده موضوع ايه تاني. وبالتالي الاس هنا كل ما تكبر الاس ديت هنا هوت يقل الترست، يبقى الاستاذ زود او الباحث ده الابحاث بتاعته فيها مشكله، لان هي فيو واحده هو اللي شايف كل حاجه. وحتى الناس لما تيجي تعمل امبلمنتيشن ويجي ان هو يعمل ديزاين، هو على طول بيقول له لا، لو هو حاجه لقى بعد الفكره بعد الافكار في التطوير. وبالتالي الاس هنا خلي بالك منها، ولا بد من العلماء يعملوا فسحه للديسكشن مع الفريق العمل بتاعه لما يروح المؤتمر ويعرض، يسمع الكومنتات اللي بتجيله ويحاول يكونسيدر هذه الكومنتس لانها تعود عليه، لا يفرض رايه لوحده. اللو ليفل اوف سيلف اورينتيشن بتعمل ايه؟ بتزود الايه الترس، لان دي علاقه ايه عكسيه. طب كل ما بتزيد دي لازم تعرف، لما بتزيد دي على طول تعرف ان البحث ده فيه ايه مشكله، وده بتلاقيه فعلا في ابحاث كثيره جدا ان الاستاذ بتاعها طف، ما عندوش فرصه ان هو يناقش ويطرح بعض الايه المساحات مع الطلبه او مع التيم بتاعه ان هم يحطوا. في بعض الاساتذه بتدي فرص كبيره جدا، ده معناها ان السيلف اورينتيشن بتاعه هنا ايه بتقل، وبالتالي الترست هنا بيزيد. هذه المعادله احفظوها وحطوها قصاد عين حضراتكم وابتدوا اشتغلوا عليها، لان هي دي الاساس فعلا بتاع ان تبقى باحث ليك الترست وليك الكوميونتي بصوره عامه بيحترم ايه حضرتك. هنا عاوزين نفرق بين السيلف اورينتد، مش ايه بعيد عن الانانيه، مش الانا، ها مش الانا قوي، ها لكن هي ليها علاقه بالايه بالريسيرش بصوره عامه. طيب بصوا للسلايد دي مهمه جدا. ايه الريسيرش ايثكس؟ ليه كده يعني؟ ليه كده في هذا الاتجاه؟ ليه هي امبورتنت؟ مجموعه من الايه الحاجات المهمه. اولا لما تكون هي مهمه هتلاقي الناس تكولابوريتيف معاك، هتلاقي ناس تتعاون معاك، لان عندك الترست بتاعك كويس وانت عندكش مشاكل في الايثكس، ها وبتلاقي طلبه تجيلك وتلاقي اساتذه تجيلك، لان هنا انت ايه فيرنس في عمليه التعامل بسرعه. الحاجه الثانيه الريسيرش بيجيب لك ماني، بابليك ماني، بيجمع فلوس، لان انت بتعمل ابحاث لشركات لو الصناعه، والابحاث دي فيها ترست عاليه جدا، بيندهولك عشان انت سمعتك كويسه عشان تروح تعمل مثلا تكنيكال ريبورت او تعمل كونسلتيشن على منتج معين وتطلع مثلا ريبورت، تطلع ريسيرش بيبر في هذا الاتجاه. فده اتجاه مهم جدا، وهنا لازم تبقى عارف ان هو ان الترست بيبول يقدر يجيب فند من مشاريع كثيره جدا. يعني انت لو بتبعت مثلا مشروع وعاوز فلوس وانت سمعتك كويسه ما عندكش مشاكل اخلاقيه، فعلا تقدر تجيب الايه جرانت ده او تقدر تجيب الفند بسرعه. الحاجه اللي مهمه جدا بقى اللي ما تاخدوش بالكم حضرتكم منها، ان هنا بيحصل بروموتنج اوت للريسيرش بسرعه عامه، وده دور الباحثين ان هو بيعمل بروموت للنولج، بيكسباند نولج للكوميونتي بصوره عامه، وده هدف مهم جدا ان حضرتك الناس كثيره جدا يقدروا ان هم يستفيدوا من النولج او الريسيرش اللي انت ايه بتعمله. فده تاثيره على الانسانيه مهم جدا في هذا الاتجاه. عشان كده بنقول الامبورتنس هنا
ريزون ان انا اركز على برضك الاي 6 وانا شغال. وطبعا ممكن اجيب اقرا كتير، اقرا حاجات كثيره جدا من هذه الايه اللينك. طيب انت لو اخطات بقى هتحصل ايه؟ خلينا نبص هنا بقى. اول حاجه البابليك تراست او البابليك كوميونتي دوت هتفقده. لو الناس هنا بتحترمك هتفقد هذا الايه التراست، وهنعرض مثال خطير جدا واحنا شغالين. الحاجه الثانيه هتلوز الفاندنج، يعني لو في فند انت كمان مش هتقدر تعمل ايه، تقدر تنظم الفند بتاعك ان هو لو معاك فند مش هتعرف ايه تاخد ايه فند في هذا الاتجاه. والفند هنا لو انت ادرته بطريقه غير سيئه، لو انت فقدت الانتجريتي هيبقى عندك فند هتجامل فيه، تدي فيه مكافئات، مش هتصرفه وتجيب اجهزه قليله جدا، وبالتالي دي العائد بتاعها مش هيبقى ايه. الحاجه الثانيه سمعتك بقى بتضيع، مهمه جدا دي خلي بالك منها. وطبعا هنا بالنسبه للهيلث مهم جدا ريسكينج للبابليك هيلث، لان ممكن تعمل دواء والدواء مثلا لكورونا ده لسه ما اختبرش وتديه للناس، لكن يعمل لهم مشكله كبيره جدا، والمشكله دي تؤثر على الكوميونتي. فدي هو الليك اوف ايه انتجريتي، عشان كده لازم اخلي بالي من الانتجريتي اللي هي الكواليتي بتاعتي بصوره عامه. طيب ازاي انا كباحث يا جماعه ان انا اشوف اللي هم امبروف الانتجريتي بتاعتي؟ رقم واحد ان انا انشف الاوبن اكسس. طب الاوبن اكسس بفلوس، ها مش عاوز انشر يعني، لا يبقى انا ممكن انشر في الاركايف بصوره عامه، اركايف سيستمز في الاول، وبعد كده ابعتها في مجله عاديه والمجله تقبلها، وبعد كده اعمل ايه ابديت فين في اللي هو الاركايف سيستم زي البايو اركايف ده، على طول مجلات كبيره جدا تقول لك لا حط لي البحث بتاعك في البايو اركايف عشان الناس تشوفه لمده اسبوعين. هنا بيعمل الراست وبيزود الانتجريتي، لو في مشكله في البحث قبل ما تتنشر على طول هنا ايه تتلحق ايه في مجموعه من الايه الاركايف. عشان كده الاوبن اكسس دي مهمه جدا يا جماعه، انك على طول فيها نوع من الشفافيه، وعلى طول الابحاث بتبقى معلنه، يعني انت لما تعمل خطا تخاف لان هي هتبقى اوبن اكسس، يعني كل الناس ايه هتشوفها حتى البابليك هيشوفوها. تاني حاجه انشر الداتا، الداتا ست اللي مع حضرتك انشرها، هنا بيزود الانتجريتي، لان في ناس ما تعرفش الداتا جايه منين، في ناس بتعمل فابريكيشن للداتا، في ناس بتاخد جزء من الداتا وتسيب بقيه الداتا اللي هي فيها التشالنجز، وبالتالي بتعبر ده مهم جدا يزود لي الانتجريتي. تاني حاجه لو تالت حاجه اللي هي التشيك ليست اللي احنا قلنا عليها، زي نيتشر، نيتشر بتعمل ايه بقى لما تيجي تنشر عنها؟ تقول لك ابعت لي استاتستيكال اناليسيس الاول، اديني سامبل، قول لي الكمبيوتر كود السوفت وير بتاعك ايه، ابعته لي برضه، ابعت لي ازاي ان انا اكسس الداتا سيت. ليه كل دوت؟ عشان نيتشر تضمن الانتجريتي، ما ينفعش ان يتحط بحث في نيتشر وفي الاخر يحصل له ريتراكشن. مهم جدا لان العالم كله بيشوف نيتشر، وكل ابحاث نيتشر هي بتؤثر في الانسان من ناحيه مرض او الحيوان او البيئه او الاكل، وبالتالي هنا التشيك ليست برضك ايه مهمه. بالنسبه للكلينيكال ترايلز هنا دي مهمه، لازم اول حاجه في هذا الاتجاه، يعني معظم الناس اللي بيعملوا اختبارات على المرضى ما بيعملوش لها ريبورتنج، عشان كده لازم تعمل ريبورت، ها وتجيب موافقه طبعا من الاشخاص اللي انت عملت معاهم ايه هذا الايه البروتوكول بصوره عامه. وبالتالي هم الاربعه دولت يعني اللي هم موجودين دلوقتي، ممكن يكون في تاني لكن ده اللي انا ايه بحاول اعرضه النهارده، بيزود مين؟ بيزود الانتجريتي. لازم تعرف ان الانتجريتي دي هي تاج على راس العلماء، هي تاج على راس الباحثين. انتجريتي دي اللي هي حاجه كده جميله كلنا نسعى اليها، البحث ما فيهوش اي ايه اي مشكله. طيب ده الانتجريتي برضك نتكلم عليها ثانيه، ها هي بيهيفيرز بقى لنوصل للهاي ايه كواليتي ايثيكال وفاليبل ايه ريسيرش بصوره ايه عامه. لازم هنا اللي هو الريسيرشرز بي ايبل تو تراست ايتش اذر، يعني واحنا شغالين مع بعض ما ينفعش نخون بعض كتير، لان ممكن واحد يعمل لي مشكله في البحث، ها وبالتالي هنا عشان ازود الانتجريتي لابد ان احنا نترست الفريق العمل اللي موجودين على البحث من الاول، ويكون في شفافيه، ما ينفعش يكون في مشكله لما البحث يتنشر ده يقول لك لا ده كذا ويحصل هنا الايه الخلاف.
الخلاف ما بين الباحثين يعمل برضك مشكلة أو يقلل من التراث بسرعة. طيب ده الجزء الأولاني اللي احنا عملنا فيه انترودكشن، وانا اعتقد مهمة جدا وكان لازم من هذه الانترودكشن. احنا محتاجين بقى يعني سوسايتي يعني كبيرة تقدر تعلمنا او تقدر انها تصحح اي خطأ موجود في الكوميونيتي بتاعت الريسيرش. طبعا لازم تعرف ان في كل جامعة في ايثيكال كوميتي موجودة بيسموها لجنة مثلا اخلاقيات البحث العلمي موجودة في كل مؤسسة، دي بيبقى ليها دور معين صغير، لكن احنا بنتكلم على كوميتي كبيرة جدا تستوعب كل الباحثين على مستوى العالم والنشر العلمي بصورة عامة، ودي هي اللي بتحط القواعد. ده هنا في إثيك بروبلم أو ما فيش إثيكال بروبلم، ما فيهاش أهواء. في الجامعات ممكن يكون في أهواء من الشخص ده للشخص ده للشخص ده، لكن هذه الكوبي دي هي محايدة بتقول لو في مشكلة في هذا خلافية هي بتحط الأراء بتاعتها. الحاجة التانية ان الكوبي هي واجبه بتاعها انها تحافظ على مين؟ على الانتجريتي زي ما احنا قلنا بسرعة. اغلبية المجلات نيتشرز وبعض المجلات اللي موجودة او التوب رانكينج جورنال هي منبر في كوبي، يعني اي مشكلة تحصل مع هذه المجلات على طول بتبعت لكوبي، وهنشوف عواقب كوبي انها بتهدم فعلا، لان بتعرض الحالة كما جاءت الشكوى بالاسماء وبالاحداث وبالتايمينج بالظبط، وبالتالي احنا لا يعني ما نحبش يكون احنا موجودين في كوبي، ها ما نحبش، لكن ناخد كوبي نشوف فيها امثله نقدر نتعلم منها زي ما نعرض على حضراتكم الامثله الكثيره جدا اللي موجوده. نخش بقى على المشاكل بقى اللي هي عرضتها كوبي اللي احنا لازم ناخدها مع بعض. اولا اول مشكله كبيره جدا هي الاوثرشيب. الاوثرشيب دي من المشاكل اللي هي الكبيره جدا اللي موجوده في العالم، مش في المنطقه العربيه بتاعتنا بس، لا موجوده في العالم كله. مشكله الاوثرشيب هنتكلم عليها وازاي نحل هذه النزاعات بصوره عامه، لان هي مشكله فعلا ما لهاش حل، هي مشكله موجوده لان هي بتعتمد على كالتشر، بتعتمد على بيهيفير وهكذا. فهنا عندنا ناخد اول مشكله اللي هي النزاعات ما بين الاوثر اللي موجودين على على البحث. طيب ايه هي المشاكل اللي عرضتها كوبي وليها مشاكل بالاوثر شيب؟ ماشي نهوت. في اول حاجه تقدر تكتشفها اللي هي اللانجويج كواليتي، بمعنى ايه؟ لما تبعت بيبر في المجلات اللي هي موجوده على كوبي، انت بتبعت البيبر مكتوبه كويس جدا جدا، ها، وتلاقي الكفر ليتر الانجليزي بتاعه تعبان، يعني في بحث قوي جدا من اللغه بتاعته، وفي بحث والكفر ليتر اللي انت بعته بوسرز ده بيبقى ضعيف. عشان كده بنقول لحضراتكم ولا يهمك هذا الاتجاه النقطه دي، لان كوبي حلتها. كوبي حلتها ازاي؟ قالت لا ممكن فعلا، لان دي كانت شكوى جات من احدى المجلات انها تشكك في الشغل بتاع البيبرز ديت، لان الشخص اللي هو كتب البيبر اللغه الانجليزيه بتاعته ضعيفه جدا، ازاي هو كتب هذه البيبر؟ هي هنا كوبي حلت هذه المشكله وقالت لا يجوز ان هو استخدم مثلا هي لانجويج او انجلش بروفنج مثلا كومباني ان هي تقدر تحسن له اللغه، وبالتالي هنا دي ما بقتش مشكله الليجل، بقت هي مشكله بقت مشكله بسيطه جدا، وهنا كوبي ما بتاخدش عليها اي اجراءات خالص في هذا الاتجاه، الا اذا ظهر بقى نواحي فنيه بعد كده بقى اللي هي تتمثل بقى في البلاجيريزم والمشاكل اللي الاخرى. فدي مشكلة وحلتها طبعا كوبي بعد مشاكل كثيرة جدا من اتصالات ما بين المجلات انها تجيب حالات وتبعتها لكوبي، في الاخر وصلت ان الحل ده يبقى ليجل وحطت التفسير بتاعها زي ما احنا قلنا. تاني حاجة اللي مهمة جدا ان احنا نحط مثلا اكنولجمنت مثلا، او ما نحددش اكنولجمنت، او نحط اكنولجمنت الواحد من غير ما يعمل كونتريبيوشن. يعني في واحد مثلا انا اعمل له اكنولجمنت، لا هو اعطاني ديتا، لا هو اعطاني فلوس مثلا، لا هو جاب لي جهاز، لا هو فتح لي معمل، لا هو عمل لي وبالتالي هنا دي برضك بتعتبر مشكله. ويجب لما اعمل اكنولجمنت لازم اخبر الشخص اللي انا اعمل له اكنولجمنت، لان هو في بعض الحالات لاحظت الكوبي بتقول
ان الشخص ان بعت وشخص ايه شخص كان مشارك في البحث في مرحله الديزاين وبعد كده اتعمل له اكنولجمنت. فهو هنا جاب بعد كده احنا لازم نعمل له سانكس دي الاول، بس لازم نعلمه نقول له احنا نعمل لك سانكس ولازم نحطه. طب لو احنا ما عملناهوش لحطناه واحد عمل لي كونتريبيوشن وما حطتهوش في الاوثر شيب وما حطتهوش في الاكنولجمنت لا يجوز، دي مشكله، مشكله كبيره جدا. عشان كده لما تحط واحد كو اوثر لازم تقول له، ولازم ما تحط كو اوثر ترتيبه كام لازم يعرف ولازم يتحط كو اوثر نقول له هنبعت في المجله الفلانيه وترتيبك كذا ويوافق في الاول. طبعا احنا كعلماء ما بنحتاجش نكتب ورق عشان نتفق على ان احنا نعمل نحط اوثر او نحط كو اوثر او نعمل له اكنولجمنت، بس لازم نخبره بصوره عامه، ويجب ان احنا نتكلم على الاقل في واحد ميل او اتنين ميل يبقى موجودين بالنسبه للاوردر بتاع الاوردر بتاع اوثر شيب ما بين الناس، ويكون في على الاقل ميل او ميلين برضك بالنسبه للاكنولجمنت. فدي مشاكل برضك موجوده كثيره، لكن هي بتعمل مشاكل بعد كده خطيره جدا. طيب ازاي بقى جت كوبي جت لها مشاكل كثيره جدا؟ الكورسبوندنس اوثر خلي بالكم هو المين اوثر اللي بيعمل تقريبا الكور بتاع الشغل اللي هو الفيرست اوثر. ولازم انت تكون يعني كاستاذ مثلا بنكلم الاساتذه، خلي الطالب هو اللي الشغل، لو هو الشغل لو انت الاستاذ الشغل خد انت تكون الكورسبوندنس ايه اوثر. الكورسبوندنس اوثر غالبا بيبقى هو او حطه الفيرست اوثر. الكورسبوندنس اوثر هنا ما بيش عارف يجاوب الايه الكومنتات، لان الفيرست اوثر اللي كان شغال معاه مش عاوز يساعده، قال له مش هساعده، جاوب انت بقى، جاوب انت اللي احنا ما اتفقناش مين هيبقى الكورسبوندنس اوثر في هذا الاتجاه. فانا بنحاول برضك يجابوا بعض الايه المشاكل في هذا الاتجاه، يقول لك البحث ده فيه مشكله، لان هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف يرد على الريفيور كومنت، يبقى البحث ده فيه ايه مشكله. الحاجه الثانيه هنا 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 طبعا بيبر هنا ايديت وريفايزد باي سام وان نوت ليستد، يعني مثلا جه بعد كده البيبر واحد عمل لها ايديتنج ما حطيناهوش، يجي بعد كده يشتكي، خلي بالنا، يا اما نقول له احنا مش هنحطك انت تساعدنا وتاخد فلوس، هل ده ماشي ويحصل ميل بيننا وبينه في هذا الاتجاه؟ او جه واحد ساعات البيبر جات فيها كومنتات وانا مش عارف اجاوبها، فانا بجيب واحد تاني اقول له جاوب لي على الكومنتات واشتغل معايا. هنا يجب ان اسمه يتضاف، هنا اسمه يتضاف ككو اوثر او اكنولجمنت هنا بالاتفاق طبقا بقى للقواعد والمعايير بتاعه الاسر ايه الاسر شيب. طبعا هنا سيميلاريتي تشيك بسيط جدا، اقدر اقول والله حاجه مهمه جدا ان السيزيس، خلي بالكم من الحته دي مهمه جدا يا جماعه، وخصوصا عندنا اشرافات كثيره جدا. عملنا سيزيس بتاعه ستيودنت ولما خلصت الرساله طلعنا بيبر ما فيهاش الستيودنت، يجوز على الاقل يبقى الستيودنت موجود. طيب كيف الستيودنت ما شاركش؟ مش معقول هو ما شاركش في الرساله، هو خد رساله يبقى لازم اضيفه. هنا سيميلاريتي تشيك يقدر يقول لك والله ان مثلا الطالب بتاع ابو العلا عمل السيزيس الفلانيه، البحث اللي فيه ابو العلا ما فيهوش الطالب ده، هنا علامه استفهام، ودي مشكله برضك بتظهر كثيره جدا ولازم برضك نافويد هذه المشكله. لو الطالب خد رساله واتعمل بحث من الرساله لابد ان الطالب يكون موجود. لو حصل لها اكستنشن نعمل اكنولجمنت للستيودنت، لان ممكن الاستاذ يبحث في الرساله خد هو الفكره لان هو اللي حاطط الفكره، ياخد ويعمل لها اكستنشن ويكبر فيها ويعمل نتائج ويزود و من غير ما الستيودنت ده يكون شارك فيها. هنا في هذه الحاله يجب برضك ان انا اعمل له اكنولجمنت. خلوا بالكم حاجات صغيره لكن صعبه. طيب نيجي هنا الجزء برضك التراكنج. طيب هبص كده وانا بتابع على السيستم، بصوا هنا وانت بتعمل سبميشن حطيت ابو العلا ومحمد، جت ريفايزد فيرجن بابو العلا وتشال محمد، لا دي مشكله كبيره جدا وليها حلول بس مشكله كبيره جدا، تلفت هنا نظر الايديتور او المجله وتبعت لك سؤال على طول ليه تشال؟ طب ضفت واحد ثالث يس لا مانع ليه تشال ليه تضاف؟
يبقى هنا محتاجه بقى ازاي تهندل دي. كوبي قالت ايه؟ قالت لو اتضاف اوثر واتشال اوثر اثناء عمليه الريفيو او حتى بعد بعد البابليكيشن، عاوزين نضيف واحد او نشيل واحد، لا كمان لازم نجيب موافقه كتابيه باضافه هذا الشخص او حذف هذا الشخص من كل الاسر بما فيهم الشخص نفسه. لو عندنا ابو العيله ومحمد شيلنا محمد، لازم نجيب جواب ممضي من محمد. طب ابو العيله ومحمد ويوسف ضفناه، يبقى لازم نجيب جواب نمضي عليه ابو العيله ومحمد ويوسف ان هم موافقين ان احنا نضيف ايه يوسف، لان يوسف عمل كونتريبيوشن في مرحله الريفيجن. طيب هنا دي نفس المشكله اتشنجت بقى، ابو العيله الاول ومحمود الثاني لما تتقبل نودي مين؟ محمود وبعد كده ابو العيله. ها دي بردك مشكله، ما ينفعش بردك في هذا الايه الاتجاه، بتعمل مشاكل كبيره جدا. وبردك كوبي حطت لها بعض الايه القواعد بصوره ايه بصوره عامه. هنا بقى دي المشكله اللي هي السلايسنج، سيميلر سيميلر ارتكل، يعني ارتكل شبه بعض، ها ويز ديفرنت اوثرز. دي هنا لا يجوز، هنا بيجيبها مين؟ البلاجيريزم على طول. عشان كده كل المجلات لا تقبل سيميلاريتي او سيميلر بيبر، لكن الاوثرز متغيرين لا يجوز. ها لازم يكون فيها حاجات متغيره، كور متغير فيها، لان دي على طول مش هتتنشر، لان عندنا بلاجيريزم موجود هيقدر يعمل لها تشيك. فما نقدرش ان احنا نعمل هذه الجزئيه، لان في قواعد تقدر ايه تقفشها على طول، او ان انا اعمل سيرش على طول اقدر اجيبها من على النت بسهوله. بصوا للكيس ستادي دي، وانا هسيبكم شويه نقراها سوا ايه مع بعض. وكوبي قالت ايه؟ لا يعني ايه الادفايزز بتاعت كوبي، لان هنا المجله بعتت لكوبي اسئله، ها ازاي ان انا اجاوب على الاوثر؟ ها الاوثر قال ايه بقى؟ ركزوا في دي جامد لانها مهمه جدا. الاوثر بعت بعت جواب زي الزفت للمجله، بيقول لهم ايه بقى او بيكليم بقى، بيقول لك بيكليم دي ايه؟ هنا بيقول لك his name was used without his acknowledge and that the correspondent author has been retired for يعني في واحد موجود author يعني بيكليم ان هو ما اتبعتلوش the correspondent author ان هو طلع المعاش في هذا الاتجاه من وقت كبير جدا، ها مش عارفين نوصل له، ها وقت التايم بتاع السبميشن، ها فبيقول لك ان انا عاوز ايه اعمل ويز دروينج. يعني عندي كيس هي مهمه جدا، الكيس انت عاوز تبعت وتقول والله عاوز اشيل الاسر ده، او عاوز ابحث اسحب البيبر دي. عشان تسحب هنا البيبر خلي بالك بعد ما تتنشر لازم تجيب موافقه من كل الاسرز، لازم تجيب من كل الايه الاسرز، ها ولازم تكون ايه سايند. طب فنعمل ايه؟ فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك بالرغم من ان انا عملت الكوبي رايت ومضى عليها كل الاوثرز موجوده، يعني شوف المشكله ازاي؟ عاوز تبحث تشيل بحث، ما احنا هنعرف ليه السبب، لاي سبب. الحاجه الثانيه لما اشيل هذا اسحب هذا البحث، طيب ليه؟ لان انا عندي اوثرز، الاوثر ده ما كانش يعرف وحاولنا نتصل بيه مش عارفين يجيبه. طيب هل هو مضى الكوبي رايت فورم في الاول؟ يس اور نو. ويقول لك ان هو مضى كمان، يبقى عندنا مشكله. انت بتطلب سحب البحث، في واحد عشان تسحب لازم كله يرد، الواحد ده ريتايرد انت بتقول مش عارف اوصل له، يعمل ايه في هذه المشكله؟ وعندنا مشكله فعلا في هذا الايه البحث. والمجله عندها الايه الكوبي رايت اللي مضى عليها الايه الشخص. دي مشكله بتحصل كتير خلي بالك، ها هنا يحصل ايه بقى؟ فهم بعتوا لكوبي فبيسالوهم هنرد على البحث على الراجل ده ازاي، الاسر ده ازاي، ازاي نعمل ويز درو لهذا الايه البحث واحنا ما عندناش موافقه واحد، واحنا كمان كمجله عندنا الكوبي رايت ساين باي اول ايه اسر. هز ليجل بالنسبه للمجله ما عندهاش مشكله،
لان الراجل دوت الاسر ده عاوز يشيل ايه البحث، ممكن يكون عليه ضغط من مين، من كو اسر تاني. طب الكو اسر تاني او مثلا الجامعه بتاعته او الكليه بتاعته عاوز يشيل، الاسر مش عاوز اللي هو مضى في الاول، اللي مضى فين في الاول، ها ازاي ان هو مش عارف يوصل له وهو مضى في الاول، ها المجله رايك انت ايه؟ انا رايي انا، وده اعتقد هيتوافق مع رايكم، وده طبعا هيطلع غلط، ان واحد بعت وكله مضى على مين؟ على الكوبي رايت. ايه كوبي رايت فوق، خلاص لا يجوز السحب الا بموافقه الكل. طيب المجله بقى نصحت، بقى الكوبي نصحتهم قالت له ايه بقى؟ اولا كوبي قالت يبقى ممكن الكوبي رايت فورم دي اتمضت مزوره باسم كوسر اللي هو مش عارفين يوصلوا له، الميل اللي اتحط بتاع الكوسر اللي اتضاف ده اصلا كان ميل غلط، وبالتالي المجله مش عارفه توصل له، فده احتمال. فقالت لك بقى كوبي بقى، قالت لك بقى ابعت للجامعه بتاعته قول لهم ودي المشكله والجامعه تحلها، لان ممكن فعلا لو الكوبي رايت دي ساين باي الاوثر الاولاني بدون ما الثاني يعرف، لان كلهم لازم يمدوا، هو مضى مكانه، هنا عندنا مشكله، هنا تزوير رسمي، وهنا يروح لمين على طول، هنا تبقى في قضيه مهمه جدا تبقى كرايم. خلي بالكم من هذا الايه، من هذه الجزئيه يا جماعه والنبي، فدي عمليه ايه خطيره جدا. الكوبي رايت فورم لو هي فيك عندك خمسه والمجله بتطلب منك كلكم الخمسه تمضوا، لازم الخمسه يمضوا. لو جه واحد قال لك امضي لي عشان انا اصلا مش عارف انزل من البيت عشان كورونا، لا يا حبيبي ما امضيلكش ارجوك، حضرتك لازم تمضي، لا يجوز انك تمضي في هذا الاتجاه. ليه؟ ما تعرفش بكره يحصل ايه؟ البحث يحصل له ايه؟ انت كبني ادم يحصل لك ايه؟ لان النفوس برضه متغيره، مش ثابته ماشي نوت، وبالتالي لازم نخلي بالنا من هذه، دي كيس مهم جدا، والكيس دي موجوده استيل ان هي معلقه، منتظرين ان لازم الجامعه ترد. بتاخد وقت 6 شهور و9 شهور، الجامعه بتاخد التحقيق بتاعها، والجامعه لازم ترد وتقول والله ان الراجل ده ريتايرد ومش عارفين نوصل له، او عيان او مات، لكن هو فعلا اللي مضى. وبالتالي هنا المجله تقدر تسحب البيبر ويز اوت انها تحتاج السيجنتشر بتاع وان كو ايه كو اوسر، ودي مشكله قدام كويس. الاوسر بقى مين اللي هيبقى موجود في الاوسر شيب؟ خلي بالكم من الحته دي مهمه جدا. رقم واحد اللي بيحط الفكره واللي بيعمل ديزاين للاستادي، ده رقم واحد. رقم واحد، اي واحد بيحط فكره على طول ده في الاسر شيب على طول موجود، لسه موجود، لان بدون الايديا بتاعته، وده اللي عرفته كوبي، بدون الايديا ما كانش هيبقى فيه بحث، وبالتالي الفكره هنا مهمه جدا للبحث ان هو يتضاف. ثاني حاجه بيشارك في الديزاين بتاع البحث، بيجمع بيشارك في اكويزيشن للديتا بتاعتنا، او بيعمل اناليسيس او بيعمل انتربريتيشن، ده رقم ايه؟ رقم واحد. بيبقى موجود. طب بيبقى موجود الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ دي بالاتفاق بقى، مش مشكله، بالاتفاق بينكم وبين ايه، بين بعض يتحطوا كده ماشي نوت. ثاني حاجه يتضاف برضك كوسر، خلوا بالكم من الحته دي، ان هو عمل ريفيجن للارتكل، يعني البحث جاله وعاوز مراجعه، فهو راجع البحث بس عمل ايه كريتيكال بقى ريفيجنز، عمل ريفيجن اثرت فعلا ان البحث ان هو يتقبل، يتحول من ميجر الى ماينور ريفيجن، يتحول من ماينور الى اكسبتنس، فهنا عمل كونتريبيوشن فهنا احطه، الا اذا هو طلب ان يتحط اكنولجمنت، يكتفي ان هو يبقى عاوز اكنولجمنت، لكن هو من حقه كما عرفته كوبي يكون موجود معانا في الاوسر ايه الاوسر شيب. يبقى احنا قلنا اللي هو بيحط الفكره، اللي هو بيشارك في الديزاين، اللي هو بيشارك في مجمع الداتا، بيعمل اناليسيس انتربريتيشن للداتا، ايه النتائج بتاعتنا بسرعه. ثالث حاجه اللي هو بقى بنضيف
اللي هو عمل ايه بقى؟ provided final approval. بمعنى ايه؟ يعني في استاذ، الاستاذ بيجي له البحث، البحث هنا هو يقول لك ايه؟ البحث كده جيد ونقدر نبعته يا جماعه. ها؟ لان هو كانه المحكم، لان هو غالبا بيبقى الليدر او السوبرفايزر بتاع الجروب، لان هو ممكن ما يوافقش ان يحصل ابروفر للفيرجن دي انها تو ببلشت، هو بيوافق عليها بناء على الانبوت بتاعه، لان اكيد اتعملت له فيرجن وما رضيش بيها وقال لهم حسنوا هنا حسنوا هنا، عملت له فيرجن ثاني وما رضيش بيها، حسن هنا حسن هنا، فده برضه يتضاف ككو ايه ككو. في بقى حاجات كثيره جدا، لكن دول هم الاربعه اللي هي مهمين عشان نقدر ايه ناخد ايه موضوع ايه ثاني. طيب نيجي برضك الموضوع الثاني، البلاجيريزم. البلاجيريزم يا جماعه ده يقتل كارير اي حد. في الاخر في اخر اربع سنوات في اهتمام كثيره جدا، لان هي سرقه افكار. يعني هي المشكله ان هي بتسرق ايه؟ افكار، وتكست، تاخد تكست موجود، تاخد دروينج، تاخد فكره، ده طبعا كلها سرقات او امتحان بيندرج تحت مين؟ البلاجيريزم. وفي طبعا هي انواع كثيره هنتكلم عنها وازاي عرفتها ايه كوبي. كوبي هنا عرفتها على طول، هي قالت لك ايه؟ هو كمان بيرنج منين؟ شوف هنا ريفرنسد ان ايه؟ ريفرنسد يوز اوف اذرز ببلشد اند انببلشد ايديا. يعني هنا انت بتاخد فكره واحد وما بتحطلهاش ايه؟ ريفرنس. اذا كانت ببلش او غير ببلش، يعني ممكن واحد مثلا حطيتها مثلا في صفحه كده، لازم ابتدي ان انا ايه؟ ابتدي ان انا انوع عنه برضك ان هو موجود كده. طب احنا قلنا في المحاضره بتاعت الاتيكيت، لو هو قاعدين في ميتنج وبنتكلم وواحد عطاني فكره قويه جدا 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 جدا، والراجل ده يعني مش في الكوميونتي بتاعتي، لازم هنا الاتيكيت ان انا اعمل له برضك ايه؟ اعمل له اكنولجمنت بطريقه اخرى، او ان انا مش اعمله واقول بالظبط انا خدت الفكره من الدكتور محمد في الوقت الفلاني الفلاني. ده مهم جدا، وده عرفته فعلا مين؟ اللي هي كوبي. فكوبي بتقول هي تكست او فيجرز او فكره تتاخد بدون ان انا اريفير للريفرنس بتاعها، ماشي؟ هون او فكره انببلشد، فبعد يقول لك والله دي مش منشوره، لا يجوز، خليك روح للانتجريتي، لازم تنوه كده وتقول والله الفكره ديت انا خدتها من الدكتور محمد في اليوم الفلاني وكان بيناقش كذا 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 واحنا عملنا كذا. الا ما حطيتوش بقى في الاسر ايه شيب اذا كان هو هيلعب دور ايه في هذا الاتجاه. فده بالنسبه للبلاجيريزم. الثلاثيه دي حضراتكم خلوا بالكم منها، لازم نرجع لها تاني، بس ليها قواعد. عشان اهرب من البلاجيريزم اخد اي فقره واحطها بين اثنين كوتو واكتب المرجع واقول ابو العلا قال كذا واريح دماغي. لكن هل ممكن ان انا اخد مثلا على سبيل المثال ممكن اخد البيبر كلها واعملها بين كوتيشن واحط عليها اسم؟ هل ده يجوز طبقا لهذا التعريف؟ له قواعد هنتكلم ايه عليها. الجزء الثاني بارافريزنج. البارافريزنج هيحميك من البلاجيريزم، لكن ارجوك وانت بتعمل بارافريزنج انا بغير الاستراكشر، انا بغير التكست اللي هو من الاوريجينال، لازم احط المرجع لان هو نوع من انواع البلاجيريزم برضه. فالبارافريزنج هو حل للتكست، حل للريدراونج للفيجرز باسلوبي، لكن ما اقدرش اعمل ريفريزنج مثلا للنتائج والفيجرز بتاع الريزلت. ده ليها قواعد. ثالث حاجه ان انا اسمرايز، لقيت باراجراف كبير اخده اعمل له سمري باسلوبي، وبعد ما اعمل له سمري ابتدي اشيك اللغه بتاعته اقراها تاني لحد ما اطلع الايه الستمنت اللي هي ايه، واعبر عن المعنى اللي انا قريته، وده هو الطريق الصحيح عشان افويد بلاجيريزم بروبلم. ارجوكم تتبعوا هذا الايه هذا المثلث او الثلاثه ايه وورد دول اتكلمنا عليهم في المحاضره السابقه. طيب نيجي بقى للتكست، خلي بالكم بقى هنتكلم على بقى الايديتور ازاي ديل بقى المشكله، تعملها ازاي نديلها بقى، ازاي بقى تاخد ايه الخطوات بتاعتها. اولا الايديتور لما بيجي له شكوى فيها بلاجيريزم
رقم واحد بيشوف قد ايه ريسايكل، قد ايه، لان ممكن جمله او جملتين مش محتاجه ان انا اعمل لها ريتراكشن. ها ممكن مثلا كذا نقطه كده هو نقدر نحلها بطريقه ايه اخرى. خلاص. امتى بقى ظهر؟ طبعا من 4 سنوات او 3 سنوات ما كانش فيه سوفت وير للتشيك، ده ظهر من 10 سنوات او 5 سنوات او 7 سنين. دي بردك مهمه جدا ياخدها في الاعتبار وهو بياخد القرار بتاعه. هل السورس ده اللي انا خدته عملت له اكنولجمنت يس اور نو؟ يعني انا خدت كده وقلت والله ان الجمله دي خدتها من ابو العلم. بتفرق، بتفرق في الديسيشن. ذا ارتكل هو ريسيرش ولا انا ريسيرش ريبورت، تكنيكال ريبورت، سيزيس، لانها تفرق في اتخاذ القرار بتاعه، لان القرار ده مهم جدا. طبعا في كوبي رايت ولا مفيش؟ خدها. ها؟ لان ممكن انت حطيت مثلا فيجر والفيجر ده ما حطيتش الكوبي رايت بتاعته او البرميشن اللي خدتها انها تبقى كوبي رايت اتحولت ليه؟ ما ينفعش في هذا ايه الاتجاه. ودي برضك بيبص عليها. الحاجه اللي بعديها بيبص على المكان اللي اتنشر فيه. ممكن مجله تعبانه جدا بتنشر اي حاجه ان انا ما ببصلهاش، ها؟ بشوف الكالتشرز ماشي ازاي في هذا الاتجاه. ننقل بقى هنا بقى. دي قواعد. انتروداكشن وباك جراوند دي غالبا بتبقى فيها البلاجيريزم. بس ان سام ديجري مش خطر قوي. مش خطر قوي. بالثلاثه اللي احنا قلناهم ما ينفعش ان انا اقول ميثودز موجوده واشغلها تاني واشغلها تاني. لا. الميثودز لازم تكون ابلكيشن جديد. او حصل الميثود امبروفمنت. ها؟ او حطيتها في ابلكيشن ايه؟ جديده. ماشي نوت؟ وبالتالي هنا بقرا من البلاجيريزم بتاعت الالجوريزم. لان الالجوريزم نفسه موجود ثابت. انا طبقته لكن بطبقه على كذا ابلكيشن. على كذا ابلكيشن. دي كويسه يعني مقبوله. يا اما الالجوريزم خدته زي البي اس او، البي اس او موجود في ابحاث كثيره جدا. لكن الابلكيشن اختلف. دي رقم واحد. يا اما حصل له امبروفمنت في السرعه بتاعته في الكونفرجن بتاعه وتفر في اي بارامتر من البارامتر ايه بتاعه. طيب الريزلت هنا بقى نوت اكسبتابل ان اكسبتابل. السكشن بتاع الريزلت يبقى فيه بلاجيريزم. ده الخطر. الخطر في البلاجيريزم يا جماعه في فيجر. يعني ممكن فيجر ريزلت انت خدته مش في التكست. الناس اللي فاهمه التكست، لا التكست دي مهاره نتعلمها مفيش مشكله نتعلمها، لكنك تاخد فيجر بالنتائج بتاعته وتحطها هنا بتروح ناحيه الكرايم. عشان كده البلاريزم هنوت بقى موضوع تاني، يروح لكرايم، قضيه. ها قضيه فيها حبس وفيها فلوس وفيها سمعتك كمان. عشان كده خلي بالك من السيكشن بتاع الريزلت، لان الريزلت لابد انها تكون يونيك بتاعت البحث ده. التفسيرات بتاعتها اكيد مش زي تفسيرات بحث تاني نقلها. لا يجوز. ماشي. طيب نيجي بقى الديسكشن. الديسكشن برضك ان سام ديجري، ها ان سام ايه ديجري اكسبتابل، لكن الديسكشن يجب انها تكون برضك مختلفه كثيرا جدا. هنا الكونكلوجن لا يجوز. ها ها كونكلوجن لا يجوز، لان اكيد طلعت كونكلوجن مش زي البيبر الثانيه، ده يبقى هبل يعني. ها نيجي بقى الفيجر والتيبل. يا جماعه خلوا بالكم من الاثنين دول. لازم اعمل لها ايه؟ ريبرودكشن والفيجر كده كده كده. لكن عشان ان انا ايه لازم محتاج ايه بيرميشن. يعني ممكن اضيف فيجر بتاع ابو العيله في بحث، اضيفه البحث بتاعي، ايه المشكله؟ وفي ناس تقول لك ايه؟ حط بين قوسين المرجع. لا 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 يا حبيبي لا، ما ينفعش. دلوقتي ما ينفعش تبقى لكوبي. واحد يحط صوره جايبها من بحث اخر ويقول لك بين قوسين ان هوت 15. لا. تعمل لها تروح تجيب بيرميشن من الببلشر. رقم واحد. او تعمل لها ري دروينج. واكتب كده تحتيها ادابتيف
من المرجع الفلاني واكتب الايه 15. اتعلموا يا جماعه، اتعلموا يا جماعه، ما تستهتروش. دي كلها مهارات مهمه جدا في هذا الاتجاه. يبقى دي القواعد عشان تقدر تشتغل عليها. وازاي الايديتور بياخد القرار بتاعه، هنتكلم على قرارات خدتها ايديتورز مهمه جدا. طيب ده واحده ثانيه اهو. ايه الاكشن بقى؟ لقينا حضرتك واخد بلاجاريزم، برضك بتعتمد على النوع. لو هو ماينر مفيش مشكله، ها ماينر مش مشكله، ها. لكن لو هو بقى مؤثر في اوفرلابنج، ده بيحصل لها ريجكشن. بيحصل لها ايه؟ ده اثناء السبميشن بقى، اثناء السبميشن لما اتنشرتش، ها. وطبعا دي سهله، بنجيبها مين؟ بسوفت وير. طب الا بقى لو حصل لها نشر بقى، واعوذ بالله، واكتشف فيها بلاجيريزم، صعب جدا جدا جدا. دي انا بجيبها منين؟ تلاقي ريدر كده بيقراها، وراح عمل لها تيست، وراح بعت اكتشف الايه؟ بلاجيريزم. وده هتلاقيها، ما فيش حاجه بتستخبى يا جماعه. هتلاقي واحد زميلك كده بيدور عليك، هتلاقي استاذ بيدور عليك، فانت ما تخطاش انها اتنشرت محدش شايفها، لا هيتشاف. هنا هيجي بقى البابلشر ياخذ ايه بقى؟ بصوا بقى، يا اما هنا بقى يعمل كوريكشن لو الخطا يعني بسيط، صغير يعني كده، يقدر يعمل له كوريكشن ونضيف له ايه ونقول ازاي، يا اما يعمل له ايه؟ ريتراكشن. الريتراكشن دي كلمه قاتله، لكن احنا نحولها الى طاقه ايجابيه دلوقتي عشان تساعدنا برضك ما نخافش منها. بص كمان، ليه حضرتك او احنا بنعمل ايه بلاجاريزم؟ اول حاجه الرايتنج سكيل، ما بنعرفش نكتب. واحنا مش ما بنعرفش نكتب، احنا لازم نتدرب يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها ما نعرفش. كل ما بتكتب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرين ومية، الكتابه بتاعتك بتتحسن. لان البحث هو زي البيت كده، طوبه ورا طوبه، طوبه ورا طوبه، مديولز انجلش كده، مديولز ورا بعض. مع الوقت بتحفظها وبتحفظ الاستراكشرز وبتحفظ الترمينولوجي، فما تزهقش انك لازم تزود هذه الايه؟ هذه الايه؟ السكيل. الميس كونسبشن هنا بلاجيريزم. حضرتك هنا ما مش عارف، مش عارف حضرتك تفرق ان ده بلاجيريزم ولا لا، ماشي، مش عارف والله تقول، فتتعلم. طبعا هنا برضك الاكاديمي برضك هم مش مهتمين بهذا الاتجاه. الريسيرش طبعا بتاعك، سكيلز بتاعتك، ميثودز، الكليات والجامعات مش مهتميه بيها، ما حدش بيعمل لكم محاضرات، الاستاذ بتاعك ما بيتكلمش عليها، كل دي مهم جدا. سايتيشن سكيلز ما حدش بيقول لك عليها، ماشي، دي مهم جدا. التايم فاكتور، انت مستعجل، عاوز تاخد ماجستير، متاخر، عاوز تاخد دكتوراه، مستعجل عشان تبقى استاذ مساعد، مستعجل عشان تبقى استاذ. والله استعجال حضرتك دوت، انت خنقت نفسك في الوقت، هتغلط، هيحصل بلاجاريزم. الاستاذيه اللي انت خدتها او الدكتوراه هتعمل لك مشكله بعد كده، وممكن تنسحب منك. فليه ان انا اشتغل براحتي؟ عندي استاذيه محتاجه 8 ابحاث، عندي 5 سنين اشتغل كل سنه بحثين، اعمل مدرسه بحثيه، يبقى انا مخلص بدري بدري، الوقت ما يضغطش عليا واخطا، ماشي، دي مهمة جدا. طبعا الانترنت عمل مشكلة كبيرة جدا، ان في ماتيريالز كتيرة جدا افيلابل، والناس بتسهل بقى بالماوس، كوبي اند بيست وحط، ها، وبعد كده ينسى ان هو جابها منين. واحنا قلنا قواعد قبل كده ازاي نحافظ على هذه الايه؟ الجزئية ايه بتاعتنا. طبعا الصبر، حضرتك مش صبور، كات اند بيست كلشر. ما يقول لي ايه؟ طب ما الاستاذ بيعمل كده ما حدش بيتكلمه، ها، ما ده بيعمل كده ومحدش بيكلمه، ما ده بيعمل كده، دي ثقافة مجتمع يا جدعان. ها؟ ها؟ دي ثقافة مجتمع، لا يجوز، احنا بنغير الثقافة دي وبنشتغل عليها. اللي نشر زمان غير اللي نشر دلوقتي. اللي نشر زمان كان بينشر وما كانش فيه ماتيريال قصاده، ها؟ وكانت الدنيا صعبة بالنسبة له. ماشي؟ لكن الدنيا دلوقتي بقت مفتوحة، ها؟ وفي أدوات كثيرة جدا.
لازم تعرف ان ترانسليشن بلاجاريزم، يعني واحد شاطر كده يجيب بيبر باللغه الاسبانيه وهو كويس في الاسباني يترجمها وينشرها، ها ده بلاجاريزم كبير جدا، ها وبتكتشف، ممكن ما تكتشفش، ها لكن بتكتشف في وقت ايه ما، واحد لغه روسيه واحد لغه كذا يترجم ها من اللغه مثلا العربيه او ده يجوز، لان ده بلاجاريزم، احترس. ها بلاجاريزم بقى اي حاجه باخدها زي ما احنا قلنا عليها، ان انا اخد وورد واعمل لها كذا كوبي وبيست وسنس وستراكشرز، وان انا قافل ان انا احط كوتيشنز، دي كلها احنا ايه عرفناها ماشي، ان انا احط انكوركت انفورميشن اباوت ذا سورس. خلي بالك لان دي شفتها كتير جدا في بعض الايه الناس، يعني ان هو يحط فقره جايبه من البحث بتاع محمد وبين قوسين كده يحط مرجع بحث بتاع ابو العيد بيضلل المحكم، لا يجوز يا جماعه. حاجه بسيطه بسيطه والله العظيم بسيطه، خطا بسيط ليه نعمله يا طلبه؟ ليه نعمله؟ الاساتذه لازم تتكلم مع الطلبه، والطلبه لازم يتكلموا مع الاساتذه ويعلموهم، وما يمسكوش على اول خطا، لازم يعلمه ويخطا واثنين وبعد كده توجهه لان هو ده، ونعمل له ادابتيشن ونرجعه تاني ونرجعه تاني للطريق الايه الصحيح. احنا مش عاوزين نموت بعض، ها في خطا وارد، في خطا وهنتكلم على مثال مهم جدا، ها وارد احنا بشر، ها نعلم من خلاله ونستفيد من هذا الخطا ونحوله الى ازدهار وانتاج علمي. كوبي بقى عملت فلو شارت ايه؟ حضرتك بقى من النهارده تروح على كوبي وتشوف الفلو شارت دي، في منها نسخه باللغه العربيه، خلي بالك لما بيحصل مشكله لو هي قابلت بلاجاريزم وانت بتعمل سبميشن، ها مجله بقى زي نيتشر، يا سلام شوف بقى الاجراءات، تدوخك تدوخك اهو، وممكن تقدمها ككيس لقابي، ها لا يجوز. ودي سيكونس اقروها هتلاقوها ازاي بتحصل ايه ازاي. طيب هنا بقى دي الاصعب يا جماعه اللي انا هتكلم عنها بالتفصيل، اتنشر وحصل بلاجاريزم، هنا يجب علينا يحصل ايه؟ correction. ممكن حطيت انت باراجراف وما خدتش بالك، ها ونشرت، او انت بتعمل ريفيجن الاخيره جيت كده اتلخفنت وحطيت ايه باراجراف 2 3 زودت لك نسبه البلاجاريزم من سورس انت ما عملتوش ايه سايتيشن، او ما عملتش ريفريزنج، او بالخطا، يعني مش هنقول انك متعمد لانها اتنشرت في مجله محترمه وهم كشفوا عليها. لكن انا لا اعتقد الفتره الاخيره مفيش مجله من المجلات اللي هي كبيره تقدر يفلت منها مجله بحث ما يكونش فيه ايه يكون البلاجاريزم بتاعه عالي في المنطقه الغير مسموح اللي هي غير مسموح فيها، يعني بيكتشفوا الاول البلاجاريزم ده اول تيست بعد كده بالشكل، وحتى قبل الايه، لكن الابحاث اللي هي مثلا من 7-8 سنوات او دي ممكن يكون ايه، لكن الثقافه مش موجوده وما كانش فيه الادوات اللي كانت تديك هذا الجزء. لكن يجب الكوركشن، يجب الكوركشن، وله قصة كبيرة جدا تعال ندرسها سوا. دي جزء من الفلوشارت. اولا لما المجلة بتكتشف بلاجاريزم تكتشف ازاي؟ اكيد حد بعت لها وبعت لها التقرير وبيقول لهم والله محمد دوت سارق البحث دوت، مش بيقول لهم بقى ده بلاجاريزم، ده سارق البحث وسارق الفكرة، ويبعت لهم تقرير، او يبعت لهم تقرير بلاجاريزم، وده من حقه لان احنا بنشتغل للكوميونيتي، فأي واحد لقى خطأ لابد إن هو يعمل عنه ريبورت. ماشي. عمل ريبورت، المجلة تعمل إيه؟ بتشكره. بتقول له حاضر. فالمجلة على طول تخش على بلاجاريزم سوفت وير والتيست. لقيت اللي هي النسبة معقولة، الحمد لله متشكرين جدا وخلصت القصة، ونبعت للإيه؟ لصاحب الشكوى نقول له متشكرين، والله إحنا عملنا تيست وهي في النسب الإيه؟ المسموحة. طب غير مسموحة بقى نسبة كبيرة؟ اول خطوه بيعملها بيبعت للاوثرز، بيبعت للكورسبوندنس اوثر يقول له عندنا بلاجاريزم وادي الريبورت وادي الشكوى، ايه رايك؟ رقم واحد نصيحه لحضراتكم، اي شكوى تيجي في حضرتك لازم تجاوب عليها على طول، مش تجاوب عليها يعني تجاوب على الكومنتات، لا تقول حاضر، ترد تقول انا استلمت هذه الايه المين او الشكوى، ده اول حاجه، لان ممكن يحصل حاجات اصعب
فانت بتقول انا جاهز، انا هقرأ وارد، دي اول خطوة لازم تعملها. ما تخافش، كل حاجة ليها حلول. وهي المشكلة، هو الهدف ان احنا بنصحح خطأ موجود، ها احنا بنصححه ماشي هو، وبالتالي لازم ترد رقم واحد. على سبيل المثال انا جالي بحث مع واحد مرة من ضمن الشكاوي يعني اللي بتجيلي، يعني واحد بقى بيقول ان انا عندي بلاجيريزم في بحث من 15 سنة. طيب جميل جدا، اول ما استلمت رديت على طول حاضر يس ريسيفت، هذاكر وهرد عليه، ومسكت البحث وقعدت ادور عليه واشوف كل اللي هي بقى، شوف الخطأ اللي انا بقى ارتكب من 15 سنة، كل الابحاث المراجع انا ما كنتش بحط، كنت انا نشرت فكرة ونشرت منها شوية ابحاث في في مؤتمرات وبتاع، ما حطيتش سيلف سايتيشن بتاعي، ما حطيتش ايه سيلف سايتيشن. فرديت بعد ما ايه ما جبت المراجع وجبت الاثباتات وقلت لا، وكمان عامل ايه، عامل من ضمن الريبورت اللي جاي لي نسبة كبيرة جدا بعد ما انا نشرت البحث. يعني ايه بعد ما انا نشرت البحث؟ يعني نشرت البحث سنة 95 مثلا، جه بعد 96 في ناس نشرت بعد 95 فخدوني انا مرجع، لا هو باعت بما فيهم ايه، بما فيهم اللي هو بعد ال 95. جميل جدا، فخدت البتاع ورحت ساحب الايه ما فوق 95 وقلت دولت واخدين مني انا مش انا اللي واخد ايه منه، فقللت الايه النسبه، قلت الحمد لله. وابتديت ادور على اللي انا خدت منه، الاقيه هي الابحاث بتاعتي، الابحاث بتاعتي بس انا مش عامل لها ايه سايتيشن. ورحت عملت البحث، عملت نزلت على طول الى 3%. 3 فين في المية؟ راح المجلة بعتت لي قالت لي خلاص هنعمل، لا لسه في بلاجيريزم. البلاجيريزم جاي منين؟ قالوا لي من كتاب، وعطوني اسم الكتاب ومش عارفين يجيبوا الكتاب. رحت انا بعتت لاصحابي وقلت لهم ابعتوا لي الكتاب ده، صوروا لي الكتاب، كتاب كبير قديم كده، وقعدت ادور في الكتاب ان الاقي حاجه مش لاقي. ورحت فرحان ورحت باعت للمجله الكتاب وقلت لهم ما فيهوش اي حاجه من اللي بيتقال عليه، ها. فبعتوا لي جمله، الجمله بقى منين بقى؟ بصوا بقى، شوفوا بقى الدنيا بقى عشان تعرفوا ان حاجه بسيطه جدا. لما الكتاب بيتعمل، لما الكتاب بيتنشر، في ناس بتعمل كومنتات على الكتاب بتقول رايها، راي فني يعني. الكتاب لما بيتنشر روح امازون كده بتلاقي ناس تحط تعليقات كده ان كتاب جميل وناقش مثلا النقطه الفلانيه وناقش. الطالب بتاعي خد جمله او نص باراجراف من الكومنتات دي وحطها. يا ربي، طب ده بلاجيريزم ولا مش بلاجيريزم؟ ابتدينا نبعت للمجله، المجله مش عارفه برضه، قالوا احنا مش عارفين صراحه، لان ايه ما فضلش غير الحته دي، وكان طلبوا مني ان انا اعمل كوركشن. لما وصلنا قالوا لا خلاص دي لا تعتبر بابليكيشن، لا تعتبر بابليكيشنز، ومش عاوزين نعمل لها كوريكشن كمان، وسابوا البحث زي ما ايه زي ما هو. لكن انا عاوز اقول لكم الايه، ان اول ما بعت لي ارد عليه على طول، لان لو ما ردتش عليه ده ممكن ياخد اكشن، يبعت للكليه بتاعتي، يبعت للجامعه بتاعتي، يبعت لاكاديميه البحث العلمي، ها، لان في مشكله هنا كبيره جدا. لو هو ممبر في كوبي، خلي بالكم وانت بتبعت للمجلة هل هي ممبر في كوبي ولا لا. لو ممبر في كوبي حرص، حرص، لان العواقب بتاعتها صعبة جدا، ها، دي بيبعت للجامعة على طول، والجامعة بقى مش هتقعد بقى تقول لك والله احنا معاك والكلام ده، لا ده هتدوخك ماشي نهوت. وغير كده وممكن هنا يحصل حاجات ايه غريبة جدا، فخلي بالكم من هذه القصة. وده مثال بسيط جدا، لكن يجب الكوريكشن، وان انا ارد بطريقة علمية، ما تعصبش، ما تعصبش واقول والله ده واحد متضايق مني ومتغاظ مني وبيبعت فيه شكوى، لا، من حقه يشتكيني ومن حقه يشتكيك اذا هو رأى، وضميره اذا كان على حق، وضميره هو اللي بيحكمه إذا كان هو بيعمل شوشرة، إذا كان هو متضايق منك وبيحاول يترى، ده موضوع تاني، ده إيثيكال عنده هو، وهنتكلم عليها إيه ليتر. فابريكيتد يا جماعة، واحد يفابريك ديتا
ودي خطر، دي بقى فيها حبس، فيها حبس. ان انا افبرك ديت واعمل عليها النتائج واشتغل واقول ها لا يجوز ان احنا ايه نفبرك الايه الداتا بصوره ايه عامه. وبالتالي طيب معلش ده في سلايد جت قبل سلايد. هناخد الموضوع الثالث اللي هو الدوبليكيشن. الدوبليكيشن لا يجوز من حضرتك ان انا ابعت بحثين في نفس الوقت لنفس الاوثر ماشي نوت، واقول والله ان انا ابعت الايه او انشر بحثين انشر نفس الايه البيبر انشره مرتين بايسسيم ايه اوثر ها ما ينفعش، لازم اخد بيرميشن من الايه من الاولاني. طيب ازاي بقى انشر بحثين؟ كلكم دماغكم راحت ان تنشر البحثين في مجلات كبيره جدا او مجلات موجوده وبنشر فيها نفس البحثين. طب اقول لكم بقى حاجه ثانيه اظرف من كده. انت حضرتك نشرت جه الجامعه بتقول لك والله عاملين مؤتمر السنوي بتاع الجامعه واعمل بحث ها وانشره عندنا يا جماعه، ده مش ده ده لوكال، وبعد كده انت تقول له لا والله ده انا عاوز انشره انترناشونال امباكت فاكتور يا جدع انشره بتاعتي في الجامعه ما فيهوش مشكله ما فيهوش خطوره. فانت عيني تقول ايه ادي جامعتي وتقدم في الجامعه ومحدش بيحضر غير بتوع الجامعه ونعيش مع بتوع الجامعه وايه وعملت البيبر. طيب جيت حضرتك بقى نشرت بقى ايه في المجله فين؟ في مكان بقى بره بقى كبير بقى اجنبي بقى. ها؟ اكتشفوا بقى انك حطيت البيبر قبل كده في مجله ايه؟ في 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 نشاط جوه الجامعه، مش هتقول مجله. هنا بقى لابد انك تجيب بيرميشن. تجيب بيرميشن انك تتنشر. ها؟ وانا بعمل سبميشن لازم اعمل ايه؟ اللي هو البيرميشن دوت، اجيب البيرميشن ده. نشرت باللغه العربيه. ها؟ في المجله ها وبعد كده ترجمته باللغه الانجليزيه عشان شروف انجلترا مثلا ها، لازم اخد برميشن من الاول. مش معناه ان اللغه اتغيرت يا جماعه مع... مش معناه ده ان دوبليكيشن ده دوبليكيشن ها في ايه بالريسيرش بتاعك. لان انت لو شرطها بالانجليزي بس ما بتوع العرب هيقروها يترجموها ها، مفيش اي ايه مشكله ماشي. هو واحد يغير التايتل ويحط كده يغير مثلا ده لا يجوز لا يجوز لا يجوز. بص بقى الدبليكيت دي الكيس ستادي اللي احنا قلنا ايه عليها اني نشرت في الجامعه. طبعا هنا هو هنا دبليكيت ايوه دي دبليكيت يس. لابد ان الاوثر يمست انفورم مين المجله الثانيه انه اوريدي ببلشت بيبر ان يونيفرستي جورنال اللي هي اللوكال. لا يجوز، ده سيناريو مهم جدا وطلع على طول ده اللي هو الجزء بتاع مين بتاع كوبي والانسر بتاعه والمساله موجوده على الايه على الايه على الايه دي مين. دي دوبليكيشن. طيب مساله بقى يا جماعه بقى ركزوا بقى ركزوا في المساله دي وانا هسيبها لكم مش هحلها. عندي النقطه اللي بعد كده اللي هو ميس كونداكت ريفيورر. جت شكوى لمجله بتقول ايه؟ بتقول انا والله كنت قدمت بيبر للمجله وجالي الرد بتاعتها بالريجكشن. بص اهو بعت بيبر للمجله وجالي ريجكشن ها، والريجكشن ده غير عادل يعني حف، وفجاه كده اهوت لقيت البيبر بتاعتي منشوره في مجله ثانيه ويز اوت سايتيشن، او ان احنا ننوع عن الايه عن البيبر. شوفوا القصه دي هسيبها لكم بس افهموها تاني. واحد بعت بحث للمجله في محكم حكمها وحط عليها كومنتات صعبه جدا وقال ان دي ريجكشن خلاص. جه بعد شويه لقى واحد نشرها هو بيشك ان هو المحكم فيقول لك ده سرق الايه الفكره بتاعتي وخدها وطبقها ونشرها وبعدني انا بالتحكيم بتاعه، وده لا يجوز من المحكم اذا حصل. ها ايه الديبيت بقى اللي حصل من هنا بقى؟ بصوا اقول لكم باعضاء نصها ونسيب الحكم ليكم. المجله لما لقت الجواب دوت ها؟ مجله ايه؟ لما لقت الجواب من الاوثر راحت على طول عملت انفستيجيشنز لهذه المشكله. وبعتت للمحكم قالت له يا محكم انت حكمت البحث دوت من المجله بتاعتي وحطيت انفير ده الاوثر بيكلم كده كومنتات وبعد كده البحث ايه انت نشرته وده مش اتهام بقى، احنا عاوزين نتحرى عن هذا الايه.
هنا المحكم هيرد، هيقول لك لا ده انا كنت باعت البحث بتاعي قبل البحث بتاعه. شوف بقى بصعب لكم المساله، بصعب الايه المساله. ها يجي محكم يرد على المجله يقول لها لا انا بعت البحث دوت في المجله بي قبل الديد، قبل السبميشن بتاع البيبر اللي جاي في المجله بتاعتك. يبقى الدنيا لخبطت كده ليه؟ ها هتروح المجله ايه، هتبعت للمجله بي تقول لهم والله البحث الفلاني ده جالكم امتى؟ هيقولوا لهم كذا، خلاص انت كده المشكله اتحلت ولا ما اتحلتش؟ ها هيبعت للاسر ويقول له والله والله ده هو كان بعت قبلك، وممكن تورد افكار يعني ايه المشكله يعني. ها هنا الباحث الاولاني ما سكتش، ها وهنا المجله ما خدتش كلام اللي هو الريفيورر، راح بعتت لكوبي بتقول لهم والله اعمل ايه، ارد ازاي، عندي المشكله اهي. ها هل ارد والله واقول ده ده؟ شوفوا بقى المشكله دي من اهم الكيسز اللي موجوده اللي انا نقيتها صراحه لحضراتكم، اللي هي المحكم يعمل مشكله زي دي. وساعات احنا بتحصل يعني، احنا مش هنقول في مجتمع المثاليه، ها لكن احنا عاوزين نرجع الريسيرش ريكورد او الساينس ريكورد في الاتجاه الصحيح بتاعه. يعني هذه المساله هتركها لحضراتكم تفكروا فيها ونتناقش فيها ممكن في الاخر لو في وقت. لو المحكم بقى اهو انت قلت والله ان عمل مشكله سرق الفكره، دي الخطوات اهي اقراها حضرتك وتعلمها، دي الخطوات اللي هو لجأ ليها الاسر بتاع البحث الاولاني، خدها واشتغل عليها، ممكن انت تقدم حل للمساله اللي انا اعطيتها لحضرتك. واللي هيقدم حل مثالي هندي له كتاب من شبرينجر 2020 اللي هو بتاع كوفيد، اللي هو بيج ديتا اناليسيس والاي اي اجينست الكوفيد 19. ده الكتاب ده لما يطلع ان شاء الله على الشهر اللي جاي هدي له منه ايه نسخه ايه هديه ببلاش، والكتاب ده بيبقى ثمنه اكتر من 300 دولار. ماشي، بس تقدم لي حل مكتوب وتبعته لي على الصفحه بتاعتي اللي انا ايه عملتها. conflict of interest، شوفوا يا جماعه تضارب في المصالح دي آفة خطيره جدا في المجتمعات، مش في مصر بس، ها في كل الاماكن في دول العالم، لكن في المناطق اللي هي بتاعتنا بتبقى ايه كتيره جدا conflict of interest. عشان افهمك الconflict of interest، الconflict ده اولا بيبقى في ليه علاقه financial او non financial، يعني ماشي ايه بيبقى في conflict بينكلود البوس يعني فاينانشال او نون فاينانشال. هناخد حاجه مثال بسيط جدا يوضح لك الدنيا دي. يجي انت دلوقتي مثلا لشركه ادويه، خلي بالك شركه ادويه بتعمل بحث او بتعمل دواء، الدواء ده عاوز تسوق له، ها بتعمل مثلا دواء او مصل الكورونا، ها هو ده الدواء الوحيد انا بطبع منه 20 مليون 30 مليون 40 مليون، ده الحل اللي هو السحري اللي موجود. خلي بالك انت بقى ممكن حضرتك كباحث تعمل بحث ساينتفك، ها يدعم الاتجاه بتاع الشركه دي، خلي بالك لان هنا الشركه تيجي بعد كده لما يحصل مشكله تجيب مين البحث دوت وتقول ان اعتمد على بحث علمي. ها هنا في تضارب، لان الشركه ها بتديك فلوس، الشركه انت كونسلتيشن عندها، الشركه وانت كده في الكليه بتاع حضرتك بتيجي تعمل لك مؤتمر وتديك فلوس وتصرف عليك. ها هنا في تضارب في المصالح، ها ده ممكن خلي بالك الشركه بتاعت الادويه تعمل بحث، ها وتطلع نتائج يخدم مين الدواء بتاعك وتحط اسمك عليه، ها وتنشره لك في احسن المجلات. ليه؟ لان هو دوت الدليل على ها النتيجه بتاعت الادويه بتاعتهم او بيدعم الدواء بتاعهم. عشان كده لما واحد يقول لك الدواء و لا لابد ان احنا نروح لساينتفك سوليوشن الاول وبعد كده نظريه او موديل معين نقدر ايه نروح. ده المثال المشهور جدا اللي هو يوضح لك كونفليكت اوف انترست. طب هنا ده السبونسر اللي بيدعمك، ها
طب الاوثر في كونفليكت اوف انترست؟ يس. جورنال؟ يس. الاستاف بتاع الجورنال؟ يس. الريفيورر؟ يس. يعني بيجي للريفيورر بحث تحكمه وهو عارفك، ده كونفليكت اوف انترست. ها، بيجي للريفيورر بيبر، والبيبر دي في تخصصك. ها، ولو ظهرت البيبر بتاعت الاوثر دوت هتنهي الابحاث بتاعتك او هتقلل السيتيشن بتاعتك، ها، او انها تكسب الابحاث بتاعتك. ها، في الحاله دي في كونفليكت اوف انترست. شوف ازاي، عشان كده ترفض التحكيم. لو الطالب بتاعك مثلا بعد بحث وجالك، ها، كونفليكت اوف انترست، ما توافقش عليه، ماشي، نوت، لان ده تعارض في المصالح. ودي قضيه مهمه جدا كثيره جدا ومحدش بياخد باله منها، لكن هي مشكلة عويصة جدا في هذا الاتجاه. عشان كده احنا بنقول للريفيورر اعمل ريجكشنز بصورة عامة في هذا الاتجاه، لان conflict of interest، لان خلي بالك البحث بيبقى هنا الكواليتي بتاعته بيبقى فيها مشاكل، واخد بالك، او انت against الكواليتي، كان عندنا conflict of interest. ودي قضية مهمة جدا، ها، ودي يعني بتبقى مشاكل من المشاكل الكبيرة جدا الموجودة. اولا بينتج عنها ايه؟ ديس كواليتي ريسيرش اوت كام. يعني انا لو اعمل بحث في مصالح، ها، بيبقى الكواليتي بتاعته ايه؟ ضعيف، حرام. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت حطيت بحث كواليتي ليس لشخص ليك مصلحه معاه، ها، هيقدر ياذي مين؟ الكوميونتي بتاع الساينس بسرعه، ساينتفك كوميونتي تتاثر بهذا الاتجاه. فانت مش لازم تقول والله عشان انت خلي بالك من هذا. طبعا احنا بنحاول نبقى اوبتيمال، واحنا في اخطاء، لكن احنا بنحاول نستفيد من هذه الاخطاء لما بنعرف نتعلم ونصحح المجال بتاعنا، ونصحح المجال بتاعنا. يعني مفيش حد مثالي، لكن لازم نصحح هذا الايه الاتجاه، وهذا الايه المثال بتاع الايه الدراجز اللي انا كلمت عليه قبل كده. في بقى مشكله جات يا جماعه محدش بياخد باله منها، ودي كوبي عانت منها مشاكل كثيرة جدا. عملنا سبميشن لبحث بخمسة أسر، والأسر مات، واحد منهم مات توفاه الله، وجيبي عاوزين نمضي conflict of interest، فمحتاجين نمضي احنا الخمسة. يا إله إلا الله، ده الراجل مات، هنعمل له ايه بقى؟ هنعمل له ايه؟ انت بتقول للراجل مات، اقول لك طب جيب لي شهادة الوفاة بتاعته، ها؟ ده الحل البسيط اهو. فلو الراجل مات، ايه الحل بتاعه ان احنا نوصل لهذه؟ لان محتاج شفافيه هنا. دي مشكله ظهرت، ان واحد عاوزينه يمضي وهو مات، والبابليشر مش عارف يرد ليه. هل هو عاوزين يشيلوه؟ عاوزين يشيلوه، ها، عاوزين يشيلوا واحد ميت. في واحد تاني يقول لك لا انا ما اشيلوش، ها، لان هو مضى في الاول فانا اسيبه، ها، الكوبي رايت مضى، ها، نسيبه تكريما ليه. في واحد يقول لك لا انا عاوز اشيله لاسباب كثيره جدا، خلي بالك، وده في اسباب مقنعه. فبعت بقى لمين؟ لكوبي يسالوها يعملوا ايه في هذا الايه المسكره، يشيله ولا ايه ولا لا. طبعا انا كوبي هتعمل ايه وازاي تبروف؟ اول حاجه بطريقه بسيطه جدا على طول قالت له ايه بقى؟ قالت للمجلة ايه؟ لو واحد مات وعاوزين يشيل الاوثر، ها، يبتدي كده يكتب في تكتب نوتس في الفوت كده، نوت كده، تكتب، هي المجلة بتكتب، يعني انت مش بتشيله، انت بتشيله ككو اوثر، لكن المجلة تكتب تقول لك والله ان هذا الاوثر توفاه الله بتاريخ، لازم تحدد التاريخ والتايم. تجيبه منين التاريخ والتايم بقى؟ تجيبه من الكلية بتاعه الايه الاوثر اللي هو توفاه الله. يعني هي العمليه بتاخد وقت، لكن هو ده التحقيق، وتكتب كده في فوت نوت ان كان في اسر اسمه كذا وتوفاه الله، وتم توفاه الله في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني اثناء مثلا البحث، اثناء السبميشن بتاع البحث، ودوت الايه اللي نحط له ايه ازيد مجال فابريكيتد. فابريكيتد، معلش، في سلايد جت غلط قدام قبل كده، فابريكيشن ميكنج اب، واحد بقى كده يعيش مع نفسه كده يفبرك ديتا، ها، ويفكر يفبرك اي حاجه ايضا، ويقعد يكتب ويعيش مع نفسه وينشر، ها، مفيش حاجه. الراست الانتجريتي هنا زيرو، لا
لان احنا قلنا الانتجريتي الترست ايكويشن الجزء الريلابيلتي الكونسيستنس ان انا اقدر اعمل ريبرودكشن. طب وانت اديت انت عامل لها ايه؟ صانع كده، انت صانع بقى ريسيرش، صارع كده ايه وبتصنع النتائج كمان. يعني راجل كده تقول والله ده النتيجه بتاعت 99% وتحط فيجر وتحط كذا وتتوهم كده. ها ده قضيه مهمه جدا يا جماعه وخطر كثيره جدا وممكن بتحدث كثيره جدا، في نسب كثيره جدا، احصائيات كثيره جدا. الفولسيفيكيشن ده موضوع تاني بقى، ان واحد بقى يقعد بقى ايه عنده صوره ها يدخلها على الفوتوشوب ويظبطها عشان النتيجه تطلع كويس. لا غلط. ها هنا بيعمل فورس انتربريتيشن. ها ما ينفعش هذا اللي هي الاتجاه. ها اخد مثلا ايه صوره ها مايكروجراف اظبطه للجيل مثلا او الراديو مثلا امجز اشتغل عليها اروف اوت لاير. لا ها انا بغير باومد بشيل بوينتس، عندي كيرف جميل كده زي الشخص اللي رسمه ده، زي الشخص ده اهو هيعمل لنا ايه ديستريبيوت كيرف اهو، يعني نستفيد بيه الديستريبيوت ده كيرف ده الحته دي اصلا فيها ايرور شويه مش ماشي مظبوط، هو جاي على الداتا يروح مزود الداتا واداها ايه حته نوع، وبالتالي لما يجي يتعمل الكيرف الكيرف يتظبط كده، يبقى عمل ايه غير في الداتا عشان تماتش مع الكيرف وحط الكيرف. بالذمه يا جماعه يرضيكوا الخطا دوت المسك الدكت الكبير دوت لا يجوز اهو. اللي التاني اتغيروا واحده حصل لها تغييرات شلنا منها شويه حاجات وظهرت في نتيجه لا يجوز ان انا استخدم هذه الايه التكنولوجي. لو انا بقى شفت مشكله زي دي ادي السيكونس، ادي السيكونس ها طبعا لابد من التصحيح، والتصحيح هنا ممكن يبقى ريتراكشن يا اما كوركشن ها اللي احنا هنشوف ايه عليه. عندنا مسالتين باللغه العربيه، ادي واحد لو انت جبت فابريكيت الداتا ايه اللي هيحصل؟ خشوا هنا وشوفوها. طب لو ببلشد ده حظ بقى مش حظ ها بما عملت ايدينا، وايه لو انت تعرف لو عن جهل يحصل كوركشن، لكن انت عرفت النهارده لا يجوز وتقول لزمايلك وتقول لاصحابك وتنشر كده زي كورونا كده لما بتنشر طريقه اكسبونيشن تكسب ايه ثواب. بصوا بقى دي بقى دي ما اعتقدش حد فيكم يعرفها، ما اعتقدش يعني صراحه يعني. ريسيرش انتجريتي سابوتاج دي بقى نيتشر. بص بقى بصوا نيتشر ارتكل روح شوف سابوتاج هنا تخريب، خلي بالك بيؤثر على الانتجريتي. ازاي بقى ده؟ انا اقول لك بقى ازاي بقى. احفظوها الترم دي ها الترم ده جميل جدا هيعجبكم. اولا انا ممكن اخرب وانت شغال التجربه، اجي ابوظ لك اقطع لك الكهرباء، حرام عليك ده تخريب. الداتا اديها لك ناقصه ها ما ادالكش كامله، اشيل لك منها حبه كويسين، بحث موجود اخبيه عنك، شفته انا البحث وبيخدم البحث بتاع حضرتك وانا بخبيه، ده تخريب سابوتاج. سابوتاج بتقسم، ده اسم، ده اسم يا جماعه اسم، مش هنقول بقى خطا ايثيكال، ده اسم انت بترتكبه. عندك ستودنت ها مش عاوز تفتح له المعمل، انت رئيس القسم ومش عاوز تفتح له المعمل يعمل تجربه. الكليه جابت جهاز مهم جدا ومش عاوز اتدخل فيه محمد يشتغل فيه، ده سابوتاج. ايش كان بروبلم ها استاذ ها بيجي طالب يجيب الطالب برضه بيشتغل وعاوز يورط الاستاذ يقول حاجه غلط معلومه غلط لا يجوز ها. فكل دوت بيبقى تحت المشكله اللي هي السابوتاج. وخلي بالك دي بتحصل فين؟ بتحصل في المجتمع اللي هم فيه تنافس شديد بينهم وبين بعض. التنافس الفني ده مطلوب، لكن التنافس المدمر اللي فيه غيره لا يجوز، لا يجوز ها حرام ها. خلي تنافسك ايجابي ها. انت لو مثلا محمد مثلا انا ابو العلا ما بحبش حد يبقى احسن مني صح، لكن انا بقى بهنيه لكن ببذل مجهود عشان ابقى احسن منه واشتغل عشان ابقى احسن منه، لكن ما بعطلهوش ما بشوشرش عليه ها. دي بتندرج تحت السابوتاج. خلي قلبكم منفتح للعلم، لو في ستيودنت محتاج تجربه ساعدوه، لو لقيت بحث اديهوله. ده في ناس كان بيبقى عنده كتاب فيه صفحه مهمه يقطعها من الكتاب
عشان ابو العيله ما يبصش عليها، او محمد ما يشوفهاش، او الطالب ما يشوفهاش. علموا اولادكم ان لو في معلومه مهمه ما يخبيهاش عن زميله، لان دي مشكله بتهدم الانتجريتي. ها، فدي مشكله مهمه جدا. خدوا التجربه بقى دي بقى، شوفوا دي، دي طالبه يا عيني، ها، ماجدولين، بتعمل بي اتش دي، او هي بتعمل بي اتش دي في جامعه هنا في كندا. وشوف المشكله بتاعتها حصل ايه. بتعمل عين تجربه، وكانت اكتشفت يعني بعض الجين كده، وبتعمل ايه، سمكه كده، زبرا فيش، نوع من انواع السمك. ها، فابتدى السمك ابتدى يتزرع ويطلع جديد، نوع جديد، غيرت في الجينات بتاعته. وفجاه كده بعد جهد وسهر وعمل، لقت ان الايه، السمك بتاعها مات. بس كانت بتموت، كان بيموتوا ازاي؟ مش كله مع بعض، شويه شويه، لان كان حطاهم في ايه، في طبقه او حلل كده، فشويه شويه شويه بيموتوا. هي مستغربه ماتوا ليه، فراحت للتكنيشن ورجعت معاه كل الخطوات. فالتكنيشن بيقول لها لا، كل الخطوات اللي احنا عملناها صح زي ما بيقول الكتاب، شكت. فحطوا كاميرات وعملوا التجربه تاني، عملوا تجربه على طبقين، طبق حطوه وحطوا الكاميرات، وطبق خبوه. الطبق اللي فيه الكاميرا ده لقوا بعد كده، لقوا انه في واحد زميلها هو اللي كان بيسمم السمك بالذمه. ده بيحصل، خلي بالكم، دي تجربه مشهوره جدا، ها، واتكلم عليها العالم كله، هذه الايه، هذه المشكله اللي هي ايه، السابوتاج. دي طبعا هنا ليست لها علاقه بالانتجريتي والكواليتي ابدا، دي عمليه اخلاقيه صرفه. لكن هم عملوا ايه، عملوا له فايرنج اول حاجه من البتاع ده، ورفعوا عليه قضيه. دي بقى دي كرايم، كرايم، ها، نوت. وفي دلوقتي هي منظوره، ما زالت منظوره امام ايه، القضاء، لان حولتها كوبي الى القضاء على طول، لان هي فعلا بتهد، فعلا هي موضوع ايثيكال 100%، وان هو بيهدم الريسيرش. ممكن التجربه دي لو نجحت تطلع حاجه تفيد البشريه والانسانيه، ها، فهو قتل الايه، هذه الفكره، بل قتل الايه، البشريه في هذا الاتجاه. لكن دي كرايم، كرايم، خلي بالكم. طيب احنا بقى نجي لاخر حته اللي هي الكوركشن بقى، نصلح بقى الاخطاء اللي احنا قلنا عليها. بصوا يا جماعه، تصحيح الصفحه دي مهمه جدا. التصحيح بيجي بانواع كثيره جدا، ها، ريتراكشن، كوريجندا، ها، كومنت، ادندم، اكسبريشن اوف كونسيرن، بارشل ريتراكشن، ريبلاي، ري بابليكيشن، ريتراكشن، ريتراكشن يعني تراكشن، يعني البحث هنشوفه دلوقتي، يا اما اعمل لها ابديت. خلي بالك دي كلها انواع من انواع البابليكيشن كمان، لانها بترد على مشكله. لو انا خدت هنا الجزء الاولاني دوت، لو انت عندك مشكله، عندك بحث والبحث مش كامل واتنشر، عاوز توضيح، عاوز اكسباند، ان انا اكسباند لايه؟ الريسيرش انتشر قبل كده. اللي بيعملوا الاوثر وياخدوا المجله يضيفوا مع الثاني، يبقى يقول لك ايه؟ بتضاف مع ديت، يبقى انت عملت بحث والاكستنشن بتاعه بيتضاف، لان اكتشف فيه ان هو مش كامل، النتائج غير كامله، ها، عاوزين ينفذها، فتعمل جزء ثاني وتضيفه، لكن ده بالاوثر. الريدر بقى، وده خلي بالك، انت شفت مشكله في بحث، ما شوشرش يا جماعه، اشوشر ليه؟ ها، اروح على طول ابعت للمجله الكومنت، ها، زي بالظبط فيسبوك كده. ودي اضعف الكومنتات، لان هي لما اضعف نوع من انواع البابليكيشن بعد الكوركشن اللي هو الكومنت. الكومنت هنا معناه انك مش ماسك حاجه زي الكورسبوندنس. الكورسبوندنس والكومنت معناه انك مش ماسك حاجه يعني على البحث قويه، او ليها مثلا حاجه يعني تخل بيه اللي هو اللوجيك بتاع البحث، ها، لكن راي نقدر نحطه لك، فبيحطوه لك ويجي الاوثر يرد عليه. وده النوع من انواع الايه، البابليكيشن، هو الريدر مش الاوثر، اللي بيضيفوا له باسم الايه، الريدر. الكوريجندا ده كوريجندا على مين؟ على البحث بتاعك، البحث بتاع حضرتك فيه مشكله،
نعمل له كوريجندا وليها طريقه للكتابه، وانا شرحتها في محاضره قبل كده وممكن نشرحها تاني. لو انا عندي ايرور في البحث اكتشف بواسطه اخرين او بواسطه حضرتك، فتبعت للايديتور تقول له انا اعمل كوريجندا، ها ان انا اصلح، وتبعت التصليح وله قواعد. الريتم بردك تصليح، لكن التصليح جاي منين بقى؟ وهما بيكتبوا المعادله في الايديتنج عندهم كتبوها غلط او نسيوا بارامتر. هنا بيحصل الاوثر بيبعت التصليح للمعادله وعلى طول بيتحط تحت الريتم. اكسبريشن اوف كونسيرن، يعني ايه اكسبريشن اوف كونسيرن؟ وانت بتقرا البحث بتاع ابو العلا عندك سؤال حوالين الريزر مهتم بيه، فتبعت للايديتور تقول له اكسبريشن اوف كونسيرن، وتبعت على طول دير اديتور اكسبريشن اوف كونسيرن، وتعلق على الايه؟ على البحث اللي هو بتاع مين؟ بتاع ايه؟ بتاع ابو العلا. هو هنا الاديتور بيبعته للتحكيم وبيرجع وبيحطه مع البحث، ها؟ عشان اللي يقرا البحث يلاقي معاه الاكسبريشن اوف كونسيرن، هو نوع من التوضيح موجود. هنا بعد كده ريبلاي تو، يعني في واحد عمل لك كومنت يقول لك بحثك فيه كذا 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 كذا، والمجال انت ترد عليه، انت ترد عليه، ها؟ ترد عليه. دي من الناحيه اللي هي ريبلاي تو، واللي هي الريدر كومنت او كورسبوندنس، دي ليست لها مشاكل اخلاقيه، مش مشكله اخلاقيه، ده موديل انت عملته او مساله انت عملتها وانت بتعتقد في السيتنج اللي انت عملته ان هو جود وشغال كده بدون اي حاجه، وطلعت نتائج. ده الموديل اللي طلع النتائج كده، طلعها صح طلعها غلط، لكن ده الموديل، الموديل اللي انا طلعته، فانت شفت ان الموديل فيه حاجه، فانت بايه بتعلق على الايه الموديل ايه بتاعه. يبقى هنا الكومنت او الكورسبوندنس يعني مو كلامك ده جاست للريدر، جاست للريدرز، لكن ليست ايثيكال بروبلم زي الايه الريتراكشن والاكسبريشن اوف كونسيرن. طبعا انت عندك في برينتنج ايرور، في بحث 12 في ايرور، اوعى تسكت، اوعى تسكت على طول، تعمل له ايه؟ تبعت الايديتور تقول له ده في ايرور وانا عاوز اعمل ري بابليكيشن للبحث، ياخده على طول قول له. الريتراكشن بقى ان انا اسحب البحث، تسحب البحث وبعد كده تشتغل. نيجي بقى نكمل، معلش انا طولت عليكم، بس هي هناخدها شوط واحد احسن. السيلف كوريكشن، انصحك لو لقيت مشكله حلها بنفسك، يعني انت اللي تبتدي، ها؟ اللي مش بيعمل كوريكشن وبيحصل له مشاكل اللي هو عنده الايجو بتاعته عاليه، لا، اذا اكتشفت خطا اعلن عنه، يتنشر ان الخطا ظهر وانت اللي ايه اعترفت بيه، دي في حد ذاتها مهمه جدا، حتى لو وصلنا الى النواحي القانونيه فدي تشفع لك كثيرا جدا في هذا الاتجاه، ودي في مش في حاجه حصلت قبل كده. سيلف ريتراكشن، انا ما استناش ان المجله تعمل لي ريتراكشن، انا اكتشفت فيه خطا او عاوز اسحب البحث، فانا اقول والله يا مجله انا اكتشفت مشكله، في خطا في النتائج، في مشكله في النتائج، في مشكله في كذا، انا عاوز اعمل ريتراكشن. يعمل ريتراكشن، ده سيلف ريتراكشن بيبقى ايه؟ بيبقى جميل. دي الكومنت اللي احنا اتكلمنا عليها، الكومنت واكسبريشن اوف كونسيرن وريبلاي تو. الريبلاي تو بالاوثر قدر ان يشيف، اكسبريشن الكومنت بيعملها الايه؟ الريدر هي ومين؟ الثاني. الريتراكشن هيخليك فاكرين البحث بتاع حضرتك عليه الكلمه دي. لو الكلمه دي ظهرت على ابحاث بتفقد التراست على طول. لو ظهرت تفقد التراست، ها؟ وخلي بالك دي خطر جدا ان احنا نوصل لدي، عشان كده نحاول نوصل ان احنا ما نوصلش هذه الايه؟ الريتراكشن. وخلي بالك البحث لما بيحصل له انت سحب مش بيتشال البحث، ده البحث موجود وعليه الخط ده، ويكتب كده كومنت ان حصل له الريتراكشن عشان كان مسروق كذا، او في خلاف بين الاوثر ده والاوثر ده، او الاثنين اتخانقوا ومش عارف ايه، او البحث ده مسروق. مشكله كبيره جدا لما تيجي حضرتك تقدم لفند او تقدم لجائزه او تقدم لتعيين، ويجي يلاقوها ديت على طول ما بتاخدش فيها ايه؟ تاخدش التعيين ولا الجائزه ولا الحاجات اللي انت عاوزها. الريتا زي ما احنا قلنا عليه عشان ما نطولش عليكم برضك، هنا في الاوثر شاف شويه حاجات فبيبعت على طول الريتا لمين؟ للجورنال مانجر بقى، مش الايديتور، للجورنال مانجر، عشان يقدر يصلح له الايه؟ الاخطاء اللي هي المطبعيه اللي ايه؟ اللي موجوده. الكوريجندا ايه؟
اللي احنا قلنا عليها. طب ازاي بقى؟ اولا لازم اشكر الشخص اللي هو جاب الايرور، ما في خطأ ووصل للإيديتور والإيديتور بعت لك. اول حاجه اشكر لو الإيديتور سمح لك انك تعمل كوريجن، تعمل اكنولجمنت، اوضح الكوريكشن ليه، واوضح الايرور اللي موجوده اللي بعتها، اعمل لها تنقيح وطلعها، واصايت في الكوريكشن البحث الجديد وادعمه بالسايتيشن بتاعتي واعمل كوريكشن، وهنا يتنشر. على سبيل المثال انا كان عندي بردك مشكله في الكوريجن ده، كان عندنا باحث يعني ايه اختفى، طب هنعمل له ايه؟ مش لاقيينه وعاوزينه ايه كده، فالطالب مسحه. فبعد كده اكتشفنا لا ما نمسحوش، قلنا ما نمسحوش ما ينفعش، فبعتنا على طول فضفنا الايه الباحث ورجع كما ايه كما هو، فده تصحيح للايه للخطا. الريزا دي احنا قلنا عليها والقواعد بتاعتها. كيس ستادي بقى، الكيس ستادي مهم جدا، ركز هم ثلاثه كيس ستادي وخلاص يعني ونقفل ده. انا ابو العلا عندي جروب بدربه، طلبه بتوعي بدربهم فجالي بحث حكمه، فانا اعطيته للطالب بتاعي عشان يتدرب، شوف النيه، قلت له حكم ده، فالطالب حكم وبعت لي التحكيم وانا حطيته باسمي. فجي واحد قال لي يا دكتور ابو ده هنا في اسكال بروبلم، لان انت مجله محترمه زي نيتشر وانت بعت لها ريبورت، دي بتديك بوينتس بتديك بوينتس، لكن انت مش انت اللي عامل الريبورت، ده الطالب بتاعك وشوف بقى حضرتك ايه بقى حضرتك بتدربه يعمل فهنا ابو العلا هنا استغرب ازاي ده انا بدربه هل دي اسكال بروبلم ولا مش اسكال بروبلم؟ انا هسيبها لحضرتكم مساله تانية ونرد عليها عشان الوقت. بصوا بقى حضراتكم الشكل الجميل ده ريتراكشن، بص دي خدت جائزه نوبل 2018 والبحث بتاعها 2019 وصل البحث، وجي واحد على الفيسبوك بيعمل قال لها صعب جدا اننا نقدر نعمل ريبرودكشن للفكره ديت فيها خطا. يا ربي اول ما رات الجمله ديت راحت كتبت اعتذار على طول وبعتت للمجله يحصل ريتراكشن. طبعا دي وصمه عار، ده نوبل حاصل على جائزه نوبل هل يحصل لها ريتراكشن؟ بتقول ايه هي بقى في الديفند بتاعها؟ لما شفنا فعلا ان في خطا في الداتا، كانت هي مشغوله في الوقت ده، وكانت هي التكنيكال او الشخص الناس اللي كانت شغاله على الداتا كانت الداتا ما اتظبطتش كويس جدا 100% ان احنا ناخد بيها النتائج ونطلع بيها الريزلت بتاعتنا، هي اكتشفت كده. لكن هي بتقول انا اخدت القرار بسحبها عشان نرجع البحث العلمي او نرجع الساينس للدايركشن الصحيح بتاعه وانا اعترف ان في خطا ارتكبته وانا بصحح هذا الخطا احتراما للكوميونتي. ده هنا ممكن نوبل تشيل منها البرايز، لكن هنا نوبل احترمتها وحطت قواعد ازاي نعتذر اذا حصل خطا. يعني هنا نوبل قالت ممكن يحصل ايه خطا غير مقصود ولازم يكون اعترفنا به، وممكن ما تعترفش وتقول لك نفذ وتدوخ الناس سنين عشان يقعدوا ايه تنفيذ، وهي ترد وهو يرد وهو يرد ويرد ويتقسم الى مجتمعين. ده هي على طول وانس اول ما لقيت الجمله عملت اجتماع وخدت على طول. انا بقول لكم الريتراكشن لا تهين، لكن لازم تعترف بيها سيلف كوركشن عشان يقدر المجتمع يقدر ان هو يستوعبك مره اخرى، ويكون الاخطاء بتاعتك يكون فيها هونست كده، ما يعملش ايه مشاكل كرايسيس مين لحضرتك. شفت بقى المثال ده العدة ده جامد ولا لا؟ طيب مثال تاني، كيس ستادي تاني هراها بس كده بصوا دي حضرتك بتستهتر، جيلك بيبر ريجكشن فيها كومنتات، فانت تقول للطالب بتاعك ايه؟ ولا يهمك، ابعتها مجله تاني. اولا اخلاقيا لا يجوز، لازم الطالب بتاع حضرتك او حضرتك يصلح او يكونسيدر الكومنتس
اللي يحس ان هي فعلا هتؤثر في البحث ويشتغل عليها قبل ما يبعتها مجله ايه تاني. حظك بقى الجميل ان راحت لنفس المحكم. يعني ايه مساله ثالثه؟ حضرتك محكم وحكمت بحث وعملت له ريجكشن وجالك نفس البيبر في مجله تانية، هتعمل ايه؟ في خيارات كثيره جدا. اولا تعمل ريجكشن على طول، تبعت للإديتور تقول له والله انا حكمت المجله دي، قول والله ده انا ممكن احط له الكومنتات هي هي، وبالتالي يعرف ان المحكم هو هو ويكسف على دمه ويشتغل. صح ولا مش صح؟ ده المحكم هنا اللي حيران بيفكر نفسه هيعمل ايه. دي مساله مهمه جدا، دي مساله الايه الثالثه اللي ايه اللي موجوده. كوبي هنا حلتها، لان دي ايثيكال بروبلم. لا يجوز ان انا ابعت بحث وجالي فيه كومنتات تكنيكال ولازم اشتغل عليها او اشتغل بما هو مقنع ولوجيك واحسن وابعت مره ثانيه. ها بعت، ده الانصب من كده ان حضرتك تبعت بقى البحثين، البحث في نفس الوقت لمجلتين ويروحوا لنفس المحكم. ودي ممكن تحصل، وهي حصلت معايا برضك، وجات لي بحث، يعني بحثين في مجلتين، بحث في مجلتين لنفس الشخص ونفس البحث. على طول انا بالفطره على طول بعت للاثنين ان انا بعتذر عن ديت لانها جات لي مرتين بس. هنا بقى المجله بتاخد اتجاه تاني معاها. ها فانت تعمل ايه؟ كوبي بتقول لك على طول، بتعمل لها ريبورت على طول للمجله للاديتور، نقول له والله هذا كذا 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 كذا. فالاديتور هنا بياخد الاجراءات بتاعته وعلى طول بيبتدي يخاطب الاسر، ولها سيكونس كبيره جدا جدا في هذا الاتجاه. هي مش ايثيكال، يعني مش حاجه كرايم ها تحاكم عليها في اللجنه مثلا ايه الحكايات او البحث العلمي ولا كوبي. ها لكن هي فعلا مشكله، وفعلا يحصل فيها برضك ايه ريبورت، وبتتاخد نقطه بالسلب لحضرتك في الريكورد بتاع الساينس بتاعك. اخر حاجه سكوبس، معلش بقى، يعني دي سكوبس من الجوائز اللي هي مهمه جدا لاي باحث يحاول يعني ياخد يعني اي حاجه من سكوبس او مسج من سكوبس يقول لك ان ابحاثك فعلا فيها من النزاهه ومن الانتجريتي ما يكفي ان فيها الترست، مهم جدا. فانا سعيد جدا بهذه الجائزه، افضل بكثير من وسام الدوله للعلوم والثقافه اللي انا اخذته من الرئيس السيسي، دي احسن منه بكثير جدا كباحث. ها مهمه لانها تدل ان انا بشتغل على الانتجريتي، وما فيش اي بحث ليا موجود عليه اللي هو ريتراكشنز او اي مشاكل من البحث العلمي، وده اللي انا بحافظ عليه. وطبعا انا مش مثالي في اخطاء، لكن الحمد لله انا بعمل ادابتيشن لنفسي بسرعه على الاخطاء، لان انا عندي ستودنت كثيره جدا، لكن بنحرص على قد ما نقدر ونعلم بعض على اساس ما يجيش خطا، ان انا ما يجيش يجي سكوبس يجي يديني جائزه زي هذه الجائزه. اخر سلايد ده الوسام طبعا انا بحبه، وده ناتج طبعا من الجهد اللي انا ببذله في المجموعه البحثيه، وبنعلم الناس بكل حب وبكل شفافيه، وطبعا اجازيكم كل الخير في هذا الجهد والحضور النهارده ورمضان كريم. وانا هستقبل اسئله على الصفحه بتاعتي اللي انا عملتها مخصوص علشان نقدر نجاوب على الاسئله اللي احنا حطيناها النهارده، واي سؤال لحضرتك انا هجاوب عليه، وانا تعبت فعلا وعمال اعرق دلوقتي. وانا اشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحفظكم الله، ونرجو من حضراتكم ان تذكروني دايما بالخير في جميع الاوساط العلميه، واذا كان في خطا مني انا ما كانش مقصود هذه الاخطاء، انا عندي مدرسه كبيره جدا وبحاول ان انا اكون مثالي على قد ما اقدر عشان احافظ على البابليك كوميونتي اللي هي حضراتكم، ان هم يدعموني باستمرار بكلمه طيبه، لان انا بحاول ان انا اكون سفير لحضراتكم وسفير لجامعتي جامعه القاهره وسفيرا لجمهوريه مصر العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.